فيدوز مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء. أولا شكرا لزميل يوسف الرواس لتحلي هذه الفرصة للقاء معكم مباشرة عبر قناة أفيدوز واللي كتشاهد عبر العالم. كيسرني اليوم كثير مشاهدين الكرام أننا نجري واحد اللقاء هام وهام جدا، وهو كيدخل في إطار زيارة اللي كيقوم بها بعد الأساتذة الموثقين واللي هما معنا اليوم الرؤساء ديال هاد الموثقين. نبداو بطبيعة الحال الترحاب الأستاذ هشام صابري اللي هو رئيس المجلس الوطني للهيئة ديال الموثقين بالمغرب. أستاذي مساء الخير ومرحبا بك. شكرا وشكرا لجميع متتبعي القناة، والشكر الخاص لمغاربة العالم. كذلك صديق وصديق عزيز جدا الأستاذ توفيق عزوزي رئيس المجلس الجهوي لموثقي الرباط واللي كانت لي معه العديد من اللقاءات. أستاذ توفيق أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا سي شاطير، أهلا وسهلا متتبعين القناة، شكرا سي يوسف، وأهلا وسهلا لجميع مغاربة العالم. سيدي يوسف مرحبا بك في قناتك. مشاهدي الكرام مرحبا بكم، هذه حلقة خاصة والخصوصية ديالها هو السي محمد شاطر قيدوم الإعلاميين اللي هو حاضر معنا اليوم اللي غادي يسير معنا هذه الجلسة مع الضيفين الكريمين اللي قدمهم السي العزوزي، ونعود ترحب بضيوفنا الكرام مرة أخرى وكذلك السي صبري مرحبا بك مجددا. وموضوع الحلقة وعنوانه هو المعاملات العقارية والقانونية، أي دور للموثق في حماية حقوق مغاربة المهجر. نرجع للسي محمد شاطر. طبعا واكيد كنرحبوا كذلك بضيوف اللي هما موجودين معنا هنايا بالاستوديو اللي كيتبعوا معنا هذه الحلقه. اللي بغينا نعرفوه قبل ما نبداو الحوار هو انه احنا متعطشين كثير، الجاليه المغربيه في او مغاربه العالم متعطشين كثير للقاءات مثل هذه، وخاصه اللقاء اللي جرى امس بالقنصليه العامه للمملكه المغربيه. مشكور سيد القنصل العام والناس اللي كيشتغلوا معاه انهم استدعوا واحد العدد ديال الناس لهذا اللقاء، ولكن كتعرف يوسف ان اللقاء اللي كيكون مغلق مع واحد العدد قليل ديال الناس يلاه كيستافدوا داك الشويه ديال الناس. كما كتكون الجمهور كان لا باس اكيد، وكان كانت حتى المستوى ديال اللقاء كان مرتفع بواحد الشكل رائع جدا، واللي تجاوب مع الناس واللي ربما اليوم الصدى ديالو وصل لواحد العدد ديال الناس واللي كان يقولوا خصنا نعرفوا بزاف ديال الحوايج. لذلك بالتالي احنا اليوم على قناه أفيدوز. غير اذا سمحتوا لي سي توفيق وكذلك سي هشام، شكون هو الموثق؟ بطبيعه الحال احنا المغاربه تعودنا اننا نسمعوا العدول، نسمعوا كاتب عمومي، ولكن هذه الكلمه ديال الموثق او النوتير جديده على المغاربه. ما بغيت نقول جداد يعني بدات هذه سنوات، انتم اللي غتاكدوا لنا امتى بدات او واش هي قديمه وما كانوش كيعرفوها المغاربه. وفي نفس الوقت كذلك شنو الفرق ما بين العدول وكاتب عمومي والموثق؟ نبداو اولا شكون هو الموثق وين تعرفوه المغاربه؟ شكرا سي شاطر. اولا الموثق هو الشخص اللي كتفوضوا الدوله باش يدير واحد يعطي الرسميه لواحد العقد. ملي كنقولوا الرسميه للعقد هو انه هذاك العقد ما يمكنش نبطلوه الا عن طريق اتباع واحد المسطره اللي هي صعيبه، مسطره الزور. وبالتالي فانه الدور ديال الموثق دور اساسي في اي معامله، لانه يتحقق من جميع المسائل كيفاش غنشوفوا من بعد، وايضا كيعطي واحد القوه الثبوتيه واحد الحجه للعقد اللي ممكن شيء نبطلوها بسهوله. مسألة أخرى أنه الموثق بخلاف إلا كنا كنهضروا على مهنة العدل، أن عنده واحد الواجب ديال النصح، واللي كيتعتبر شرط أساسي في الرسمية. شنو واجب النصح؟ هو أنه الموثق كيخبر الأطراف بجميع المسائل اللي كتتعلق بالعقد والآثار القانونية ديالها.
مثلا الى برمت واحد العقد معين شنو الاثار القانونيه، شنو الاثار الضريبيه، ماذا يمكن ان يترتب عن ذلك. هذه كلها امور اللي الموثق كيقوم بها. الموثق كيعطي واحد الضمانه للمعامله العقاريه لانه مسؤول عن صحه العقد ومسؤول ايضا على الاثار والنتائج ديال العقد. اذا كان انسان كيمشي عند الموثق هو كيمشي باش كيبغي واحد النتيجه تتحقق. اشنو هي النتيجه مثلا في المعاملات العقاريه؟ وانه تقييد هذاك العقار في اسم هذاك الشخص، وبالنسبه للمشتري ما تضيعلوش فلوسه، كتمشي مباشره للبائع بعد اداء الضرائب والرسوم اللي كتكون واجبه في هذه الحاله هذه. بالنسبه للمعينه ديال التوثيق، هي كان الظاهر المنظم لها ظاهر 1925 اللي جاء مع مجموعه من الظاهر اللي كون التشريع المغربي اصلا ملي كنقولوا قانون التزامات والعقود 1913، قانون التجاري القديم 1913، ظاهر التحفيظ العقاري 1913. وبالتالي جات المهنه ديال التوثيق مع مهمه تحديث الترسانه القانونيه بالمغرب باش كنطلعوا لواحد الدرجه ديال الضمانات اللي كتبغي توفرها الدوله. ان الدوله ماذا تريد؟ ان يكون هناك معاملات بين الاطراف وما يكونش فيها نزاعات، وحتى ولا كحدثوا فيها نزاعات الاطراف يمكن لهم بسهوله يوصلوا للحق ديالهم. الموثق لا يحرر اي شيء، ولكن كيحرر المسائل اللي كتحمي الاطراف وفي نفس الوقت اللي كتحقق النتيجه في احترام تام للقانون. هذا بصفه عامه مهنه التوثيق. إلا هضرنا على مسألة الفرق بين الموثق والعدول، الموثق هو الكاتب العمومي، الكاتب العمومي والعدل. ألوغ بالنسبة للعدول، أنا قلتها البارح، في إطار العقود اللي كيبرموها العدول، الموثق اللي كيعطي الشرعية للعقد العدلي وهو القاضي، لأنه كيكون هناك تحرير للعقد، ولكن من يراقب عمل العدل هو القاضي في نهاية المطاف من كيوضع التأشيرة ديالو على ذاك العقد، وهذاك العقد من كيصبح رسمي حتى التاريخ ديال التأشيرة ديال القاضي، يعني كيوضع الختم ديال القاضي عاد كيولي رسمي، بخلاف الموثق أن العقد كيولي رسمي بمجرد توقيع الأطراف وتوقيع الموثق فور توقيع آخر طرف. كذا أدب بصفة عامة بالنسبة يمكن نعطي التتمة لسي هشام. نعم سيدي هشام، يعني إمتى عرفنا احنا كمغاربة في الداخل كما قلنا الآن كنا كنعرفوا يلاه كنتعاملوا مع العدول أو كنمشيو عند كاتب عمومي باش نحرروا واحد العقد؟ إمتى المغاربة بداو كيعرفوا أنه راه كاين نوتير يمكن لنا نمشيو عند النوتير؟ دونك بداية لابد أن أبتدئ من حيث انتهى الأستاذ توفيق العزوزي سيد رئيس مجلس جاوي الموثقين الرباط، أن مهنة التوثيق بدأت كيف قال الأستاذ في 1925، ولكن تطور ديال المهنة أنه بدأ من بعد ما ولا القانون يلزم أن جميع المعاملات العقارية من أجل توفير الحماية القانونية للمعاملات العقارية أنه إلزامية الرسمية. دونك هذيك الإلزامية ديال الرسمية أعطت أن جميع المعاملات العقارية ولات ضروري خاص تدوز عند الموثق. هنا سيدي هشام، يعني من بعد واحد الفوضى، واحد العدد ديال المشاكل اللي طرحتها الوقت من الامور، انه ولا بنادم كي نزاعات كثرات، وهذه لانه ما كاينش ربما مصداقيه في هذه العقود. اللي كاين هو انه في التشريع المغربي انه كينبني على منظومتين، كاين المنظومه ديال كل ما هو تقليدي، وكاين المنظومه ديال القانون الوضعي. دونك كل ما يتعلق بامور تقليديه اي امور ديال الشرع فهي تبقى من اختصاص الساده العدول، كعقود الزواج والاراثه والمغارسه والى اخره. دونك كل ما هو تقليدي، كل ما هو امور الشرع فهي تبقى من اختصاص الساده العدول، يتقنونها، تكوينهم
من أجل الولوج لهذه المهنة أو من أجل الولوج المهنة من أجل القيام بهذه العقود أنه يسمح لهم أن يتميزوا في هذا الاختصاص، في حين أنه كل ما هو قانون مدني فهو يبقى حصريا من اختصاص الموثقين. دونك بالتالي هذا الازدواجية ديال التشريع ضروري أنه كتعطينا ازدواجية ديال من المهنة التي سوف تختص بهذا المجال أو ذاك. دونك بالتالي فكان اختصاص السادة العدول هو كل ما هي أمور شرعية، ولهذا أن عقودهم يتم لا تكتسب حجية إلا بعد خطاب قاضي التوثيق، وليس قاضي المحاكم التجارية أو قاضي المحاكم العقارية، أو فهو قاضي التوثيق اللي قاضي مكلف بكل ما هي أمور شرعية، في حين أن العقود التي يبرمها السادة الموثقون فهي تكتسب حجيتها ابتداء من توثيق من بعد توقيع الأطراف وتوقيع الموثق، دونك تنتج الآثار ديالها. هاد الشهادة تيبان أنه التطور كيبان حتى من التطور ديال المهن، لأنه اليوم مهنة التوثيق توفر ضمانات التي لا توفرها في خصوص المعاملات، لا توفرها أي مهنة ما عدا مهنة التوثيق. علاش؟ لأنه الكمال لله والخطأ إنساني. دونك حتى في حالة خطأ، لو وقع الموثق في الخطأ، أنه المهنة الوحيدة اللي كتوفر الضمانات للزبناء سواء كانوا مغاربة. نعم، غير إلا سمحتي غادي نقاطعك لأنه عندي سؤال، فهذا إن شاء الله غادي يكون فيه غير هو واش باش يعرفوا الناس واش الاختصاص ديالكم كموثقين غير في هاد العقار أم في أشياء أخرى؟ واش موثق مثلا يقدر يحرر عقد الزواج؟ بالنسبة لاختصاص الموثق هو اختصاص شاسع بطبيعة الحال، ولكن ما جرى به العمل في المغرب هو أنه عقود الزواج بالنسبة للمسلمين تبرم عند العدل، موثق ما يدخلش بها، وعقود الإراثة بالنسبة للمسلمين تبرم عند العدل، ما عدا ذلك فهو من اختصاص الموثق. الموثق أيضا يبرم العقود مثلا المنظمة للنظام المالي للزواج اللي هو عندكم معروف هنا، يبرمها الموثق. عقد الوصية يبرمه الموثق. عقود المتعلقة بمعاملات العقارية بشتى أنواعها يبرمها الموثق. العقود المتعلقة بمجال التجاري، مجال الشركات، العقود المركبة، هذه المسألة ما جاتش من العبث، ولكن جات نظرا للمسار اللي كيقطعوا الموثق باش تعطيه الدولة، تثق فيه الدولة وتعطيه التفويض من السلطة ديالها. مسار دراسي أولا على الأقل شهادة الإجازة في الحقوق، ثم 4 سنوات من التمرين على الأقل تخللها امتحانين في النظام القديم. اليوم كاين القانون الجديد اللي كيعطي من بعد الإجازة الموثق كيدوز واحد السنة في معهد التكوين للموثقين، ثم 3 سنوات في التمرين وتتخللها أيضا دروس في مع التكوين، ثم امتحان في الأخير. هذا المسار هذا كله، وحتى بالنسبة للمواد اللي كيقراها الموثق واللي كيجتاز فيها امتحان، كلها تتعلق بمجال جد جد شاسع. يمكن واحد النقطة ما جاوبناش عليها هي ديال المسألة ديال العقد العرفي. لو خصنا نعرفوا كيفاش جا هاد المهنة ديال كاتب عمومي. مهنة كاتب عمومي جات مباشرة بعد الاستقلال ولا قبل الاستقلال بشيء ما، لأنه كانت الأمية وكان الناس ما كيعرفوش يكتبوا. كل واحد اللي يكتب لي، كل واحد الشخص اللي كيكتب لنا، ولكن هذاك الشخص غير مسؤول عما يكتب. المسؤول هو الأطراف. وخا أستاذ توفيق راه عندهم مكتبات ديالهم، عندهم واحد البرويات، عنده داك التكتيلو ديالو اللي كان كريم. مكتب هذاك لأنه كانت عنده واحد الضرورة اجتماعية في واحد الوقت، وبالتالي فإنه الناس كانوا كيعرفوا يكتبوا، كانوا كيكتبوا للناس، ولكن إذا وقع إشكال، ونقول لك أخطر إشكال كان يقع،
وانه اليوم مثلا برمنا واحد العقد ديال البيع عند واحد كاتب عمومي، غادي نبرموه كاع في ثلاثه ديال النسخ، اربعه سته النسخ واحد السنه معينه، يمكن تضيع شي نسخه او نعطيوها للاداره، والنهار اللي نقلبوا واش نتبسوا حقنا في المحكمه لا وجود للحق، لانه وسيله اثبات لا توجد. نضيف ما قاله السيد الرئيس بالنسبه للضمانات، رئيس المجلس الوطني، هو ان العقد توثيقي الحجه ديالو كتبقى ولو توفي الموثق. اليوم عندنا مكاتب من قبل، يعني من 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 قبل 1913 اللي كانوا فيها اجانب، والارشيف تواتر الى يومنا هذا. يمكن باي ببساطه انك تلتجئ، والبارحه رسولني احد الحضور عن بعض العقود القديمه، لو غادي نشوفوا في الارشيف كيف مر. وحنا عندنا المسار الارشيف، موثق فلان فلاني مر الارشيف الى الموثق الثاني الثالث الرابع، وكنلقاو الوثيقه اللي كنعطيوها للاطراف باش يدليو بها لاكتساب الحق لدى المحاكم عند اقتضاء. جميل. كنظن اللقاء البارحه سي هشام الصبري اللي بصفتكم رئيس المجلس الوطني لهيئه الموثقين المغرب، وهذا اللقاء اللي ربما قيمته كان ناجح 100%، ومدى بكم تعطيونا الاسئله اللي اثرت الانتباه ديالكم البارح، يعني ربما كنتوا كتنتظروا اسئله اللي هي روتينيه معروفه. واش كنتوا مقتنعين يعني من اللقاء؟ شي اسئله ربما راك ابقات لحد الان بغينا نشطروها مع المشاهدين ولا المتتبعين اللي هما ما حضروش البارحه في الحلقه هذه ديال اليوم. لابد ان اتقدم بالشكر للسيد القنصل العام اللي كان شرف على تنظيم اللقاء، والحضور والطاقم الاداري اللي تيشتغلوا في القنصليه، والشكر للسيده قضيه الاتصال اللي كانت حاضره معنا ايضا، وجميع الحضور الكريم من مختلف الجاليه المغربيه في بروكسل. دونك الاسئله اللي كانت، صحيح انه مستوى النقاش كان نقاش فعلا راقي، الاسئله اللي تم الطرح ديالها نقدر نقول لك بانه انا شخصيا ما كنتش كنتظر ذاك علو الكعب ديالها هذيك الاسئله، لا من حيث طريقه الالقاء ولا من حيث المحتوى ديالها. ما بين النقاط الاساسيه، اول حاجه اللي كان برنامج ديال دعم السكن اللي تعطات الانطلاقه ديالو في المغرب ابتداء من بدايه السنه ديال 2024، اللي هو برنامج اجتماعي محض اللي عطى الانطلاقه ديالو صاحب الجلاله نصره الله. دونك اشنو هي الشروط، كيفيه الاستفاده، الخصوصيات ديال هذا البرنامج، مدى تاثير على صفه المالك على وضعيته القانونيه في بلجيكا. دونك مع كل ما واكب هذه النقطه من نقاش اللي كان تار في واحد الفتره معينه، كان أسئلة بخصوص الحماية القانونية للمعاملات في المغرب، شنو هي الضمانات، كان أسئلة بخصوص ان لو غاباتريمون ديال التحويل ديال 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 الفلوس، سواء من هذا سواء انه اون اونترون ولا اون سورتون. دونك كانت اسئله بخصوص بعض النقاط اللي كتهم بالنسبه لي، اللي كتهم امور اللي خاصه ديال الاحوال الشخصيه في حاله الزواج المختلط، اشنو اللي كيطبق الى اي حد يطبق القانون المغربي، فين حدود ديال تطبيق القانون المغربي من القانون البلجيكي. دونك هادو اسئله اللي كانت فعلا اساسيه في النقاش، وهي اسئله جوهريه وجد مهمه، وكنظن بانه كل مغاربه العالم معنيين بها. ماذا سي محمد يتذكر من بين الاسئله اللي كانت متميزه وطرحها على الاستاذ هشام؟ اكيد الاساس يكون استفاده من بين اهم الاسئله او الاسئله اللي كانت جد قويه، هو
ان المغاربه ديال بلجيكا بالخصوص, ويمكن لقاءاتكم مع الموثقين البلجيكيين خديتوا واحد الفكره وكانوا حاضرين امس, هو ما يعاني منه بعض الناس اللي كي يسكنوا في سكن اجتماعي ذوي الدخل محدود امكانيات محدوده, فبالتالي هم مضطرين انهم يسكنوا في سكن اجتماعي. لكن طبعاً الحال هذا الانسان رغم الدخل المحدود ديالو كيتمنى انه يكون عنده واحد السكن اللي كيمشي يدوز فيه شهر في العام 11 شهر. مع ذلك هو مطالب انه يديكلاري به في الدوله البلجيكيه باش ما يستفش او لا تم الطرد ديالو من, وربما هادشي راكم كتعرفوا لانه حصل حتى في هولندا شيء كثير من هاد طرحات هاد الاسئله امس. فكيفاش غتاخذوا نتوما كموثقين وكمسؤولين, لان نتوما رئيس المجلس الوطني للهيئه ديال الموثقين والاستاذ توفيق رئيس مجلس الجهوي ديال الموثق الرباط, كيفاش غتاخذوا بعين الاعتبار مثل هاد الاسئله هادي واللي هي كتأرق فعلا الجالية المغربية؟ شكرا على هذا السؤال, لأنه فعلا تار مجموعة من تار دجة في مرحلة معينة من بعد ما تم توقيع الاتفاقية بخصوص تبادل المعلومات. ولكن أخص اللي الإنسان يكون عارف أنه الاتفاقيات الدولية لما يتم إبرامها لا يتم تطبيقها جست إنفوا يتم المصادقة عليها, يجب يعني أن تمر من مرحلة أخرى اللي هي مرحلة ديال المصادقة من طرف البرلمان. اليوم مازال هذه الاتفاقية معمر مصادقة عليها البرلمان, و إلى حدود الآن أنه كل ما تم الزوبعة اللي كانت اللي كانت تارت في فترة معينة واللي بقى خلع الناس اليوم واللي بقي الأثر ديالها على الناس بأنه ما عندها حتى مصداقية ولا أي علاقة مع الواقع, لأن الدولة المغربية هي دولة سيادة, معطياتها فهي معطيات محمية, وكاين مؤسسات اللي كتحمي المعطيات, لا سواء معطيات رقمية ولا معطيات غير رقمية, وبالتالي هاد المعطيات راها ملك ديال الدولة. وما عمر وكانت تصريحات رسمية في خصوص هاد الشأن بأنها ما عمر الدولة المغربية ما عطات المعلومات ديال المغاربة العالم لأي كان, وهنا كانت فيها تصريحات ديال مسؤولين حكوميين بخصوص هذه النقطة, كما أنه كان تصريح كان بلاغ اللي كان دارته الكونسيرفاتور جينيرال اللي كان دار محافظ العام اللي كان دار تصريح رسمي بخصوص بلاغ رسمي بأن المحافظة ما عمرها ما سلمات أدنى معطيات اللي لأي كان, كما أنه اتخذت مجموعة من التدابير مصاحبة من أجل حماية ديال المعطيات ديال جميع المواطنين وخصوصا مغاربة العالم, كما أن هناك مؤسسة اللي هي لا سي ان دي بي اللي كتسهر على حماية المعطيات الشخصية ديال جميع المواطنين, وكتعاقب وكتراقب اي واحد الى دار لا ديفولغاسيون ديال المعطيات الشخصيه ديال اي واحد. بالتالي التملك ولا صفه المالك للاخوان مغاربه العالم راها محميه, وكاين مجموعه من المؤسسات اللي تتحميها, وكاين ضوابط قانونيه, وكاين كل ما يوفر من ضمانات بان معطياتهم ما عمر ما غادي تكون في شي واحد إلا في إطار القانون, ولا تسلموا إلا للمعني بالأمر. حيث أنه باش نذكر المشاهدين الكرام اللي كيتبعوا الحلقة الآن ولا اللي غيشوفوها من بعد, لأن هذا الموضوع بالضبط التبادل الأوتوماتيكي, فالأستاذة لطيفة الحمود وعدتنا أنها تكون معنا في حلقة خاصة بهذا الموضوع هذا, وغادي تحاول ما أمكن تبين مجموعة من النقاط الجديدة فعلا في هذا الموضوع, لأن سبق لها حضرت معنا داخل الاستوديو وتكلمت في هذا الموضوع, لكن ربما هناك جديد اللي وعدتنا أنها
تشاركنا ان شاء الله بحول الله. ان شاء الله. تفضل استاذ تفضل. كاين شي حاجه ولكن تكون شي حاجه مفصله اكثر. لا شيء الان. لا شيء يوجد لحد الان. والمغرب يعني ملتزم كما قال الاستاذ هشام والاستاذ توفيق البارح واللي وضحوا الامور حتى البلجيكيين كذلك على انه المغرب بدون سياده وله سيادته الكامله وانه كيصرف كما انه ممكن الدوله البلجيكيه مثلا. لا اسمح لي اذا ربما كاين شي اضافه اخرى ما تمتليش الفكره. هنا نقدر اللي نقول لك بانه اتخذت مجموعه من التدابير خاصه على مستوى المحافظه العقاريه انه ما يمكنش اتخذت مجموعه من التدابير من بعد ما تار هذاك النقاش بانه الى ما كانش المعني بالامر او وكاله خاصه من اجل طلب لا سواء شهاده الملكيه ولا انك تطالع على ملف في المحافظه العقاريه انه ما كيعطوك لا ملف لا شهاده الملكيه. بين المعني بالامر هو اللي خاصو يجي يطلبها ولا ياخذها او الموثق لان الموثق له تفويض بمقتضى القانون انه يمثل الزبون من اجل القيام بمجموعه من الاجراءات لا سواء قبليه ولا بعديه. يقدر يسحب الشهاده الملكيه للزبون او حتى للناس اخرين مثلا. لا الزبون ما يمكنش واحد ما عندك معه علاقات تمشي تشوف شهاده الملكيه ديالو والا هذا ما بقاش توثيق. جميل. هذه غادي نستمروا انا غادي نخلي واحد سؤال كنت غادي نطرحه الان يوسف ولكن غادي نخليه اللي ما بعد لانه بغيت نربط الاسئله تمشي مرتبطه في مع بعضها. اذا هنا وخاصه كما اشارت الاستاذه لطيفه حمود يعني احنا متعطشين بزاف استاذي توفيق الجاليه المغربيه ربما في العالم متعطشه لكم وبغى تعرف بزاف الحوايج لان المغربي ملي كيهاجر اول حاجه كيبغي يكسبها هي واحد السكينه يمشي يتمتع فيها ولا متبوع في هذه القضيه حتى هي ولا متبوع فيها رغم انه يمكن لجان القانون ما كنفهموش اننا كيفاش ندافعوا على روسنا ان هذاك السيد راه كيمشي كيدير كريدي في ابناك مغربيه كياخذ كريدي وكيخلصوا 20 عام وخصو يعاود يديكلاريه في الدوله ديال الاقامه مع ان المغربي هو حامل الجنسيتين حامل الجنسيه البلجيكيه وحامل الجنسيه المغربيه وهذا ربما لا يطبق على البلجيكي مثلا عنده سكنه هنا ومشى شرا سكنه في المغرب. محمد كيأدي ضريبه تما كيأدي ضريبه على هذاك على هذاك المسكن ديالو. نعم. هذاك البلجيكي يمكن له أو فرنسي أو ألماني ولا كيكون عنده سكن وكيمشي كيتبرع مع راسو ويشوف الشميشه مع راسو في المغرب وياخذ سكن اخر ما كيقولوا له والو يعني. لكن هذه المعلومه سيدي محمد خصو ياكد لنا واش كاين يعني ما يتابع أو لا يتابع من طرف السلطات المغربيه. بكل تاكيد لان اولا عندنا في المغرب حق الملكيه حق دستوري للجميع الجميع وليس هناك قيود على التملك في المغرب إلا ما يتعلق بالأرض الفلاحية خارج المدار الحضري. ما عدا ذلك كل شخص يمكن له يجي للمغرب ويتملك العقار ديالو بكل حرية. وأنا غنربط هذه الملاحظة ديالكم أستاذ شاطر لأن ملاحظة مهمة أننا كنعرفوا أن أوروبا عندها مجموعة من الأنظمة الأوروبية وكاين اتفاقيات ديال حقوق الإنسان اللي كاينة على الصعيد الأوروبي اللي من بين المبادئ ديالها مبدأ المساواة. أنا أتفهم الوضع اللي كيعيشوه الجالية المغربية هنا في الخارج أنه إذا كنت أنا مواطن أحمل الجنسية ومواطن بلجيكي ولا أعامل بنفس الطريقة التي يعامل بها شخص آخر الذي يحمل نفس الجنسية السؤال يبقى مطروح. بالنسبة للمغرب أكيد أنه المسألة كل شخص يمكن أن يتملك وليس هناك قيود وبالعكس هناك تحفيزات ضريبية وحتى بالنسبة للشخص مثلا الأجنبي الذي يتملك في المغرب الحمد لله ما كاينش هناك حيف في المجال الضريبي. الأجنبي يؤدي نفس الضرائب الذي يؤديها المغربي. يعني إذا كنا كنهضروا في جهة ما عن شعارات المغرب كنهضروا بالمساواة فيما يتعلق على الأقل في جانب التملك وجانب أداء الضرائب. ومبدأ ضريبي
أؤدي الضرائب بقدر ما أتم ما أحصل عليه من 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 مبالغ. أنا كنظن أستاذ السي محمد شاطر تكلم على متابعة ديال الدولة البلجيكية على المغاربة اللي عندهم أنبيان في المغرب. وسؤاله واش حتى البلجيكيين ربما النقطة ما تعرفوهاش، واش البلجيكيين متابعين كذلك، واش كيعرفوهم واش عندهم أنبياء هنا ولا خارج بلجيكا؟ دول أكثر لا غير باش نوضحوا أكثر، واش داك البلجيكي بعدا واش كيديكلاري داك البيان ديالو اللي داروا مثلا ربما النوتير ديالنا ديال المغرب، ولكن خصك تسأل ربما النوتير هنا ولا المسؤولين هنا على أي، لأنه ملي كنتحدثوا على التصريح نربطوها دائما بجانب الضريبي. ما عندناش في النظام الضريبي المغربي ما يتعلق بتصريح الممتلكات في العالم. كاين مسألة واحدة، إذا كان عندي موطن ضريبي في المغرب، موطن ضريبي في المغرب، يمكن كنأدي الضرائب على المسائل اللي خدمت فيها في المغرب، أو بعض الدخولات مثلا عندي واحد الدخل ان ريفينو جاي من دولة أخرى، ان ريفينو هذا كنضرب بحال مثلا إما كراء يا إما تجارة كتدخل المغرب وأدي عليها الضرائب، وهو نفس المبدا المطبق على المغاربه، يعني ما غتلقى شي حاجه واحده اخرى غير هادشي. نعم. هنا غير واحد الاضافه بسيطه، انه لابد نذكروا بانه المغرب بلد الانفتاح، بلد التعايش، بلد الاخاء والمساواه، بلد اللي مفتوح للاستثمارات الاجنبيه، بالتالي المغرب ما وضع حتى شي قيود مجحفة ولا خاصة على حتى شي واحد، ما دام أن الاستثمار ديالو يكون كيحترم الضوابط القانونية. احنا بالنسبة لنا موقعنا كموثقين ماذا نراقب أصل ديال الأموال اللي غادي يشري بها. علاش؟ لأنه كاين القانون 4405 ديال محاربة ديال تبييض الأموال، دونك تبييض الأموال اي لو فينانسمون ديال التيروريزم. دونك المساله اللي كنراقبوا هي انه الاموال اللي جات ما بين الشق احد ديال لي بوين نقاط اللي كنراقبوها، هي ان هذا السيد اللي جاي يشري اجنبي ايا كان بلجيكي ولا غير بلجيكي، وكنراقبوا حتى بالنسبه للمغاربه ان هذيك الاموال اللي جات المغرب دخل المغرب باش يشري بها مثلا عقار ديالو، اللي يشري بها فون دو كوميرس، يشري بها اوتيل، يشري بها ريستوران، يشري بها قهوه، يشري بها، كنشوفوا واش الطريقه ديال الباتريمون باش وصلات للمغرب انه تتحترم المقتضيات التشريعيه باش ما تكونش عمليه ديال غسل الاموال. كيف يتم فحص هذه الامور هذه؟ على الفصل ديالها كاين حنا بالنسبه لنا عندنا مجموعه ديال المعايير اللي هي المعايير ديال الاشتباه. مثلا اصل ديال الاموال واش جات؟ منين جات؟ اش من بلاد؟ واش هو بلد استقرار؟ واش هو بلد اللي داخل في الاتفاقيه الدوليه كيحترم ديال الشروط اللي كتنص عليها المؤسسات الماليه الدوليه ولا المراقبات الماليه الدوليه مثل الكافي؟ واش الوقت اللي هذاك لو فيرمون اللي جاك واش جاك مقطع ولا جا في مره واحده؟ اش من بنك مناش جا؟ تيتم اشتباه تيتم كاين ديزانديس. نعم. هادو اول حاجه في لو غاباتريمون الفلوس منين جات. من بعد كاين عندنا دي زيليمون اللي تنقلبوا فيهم، هو واش هاد السيد هاد السميه في المنصه ديال لاينغيف لاجونس ناسيونال دي رونسينمون فينونسي، ياك ما هاد الاسم مدرج ما بين اللوائح اللي مبحوث عنهم ولا اللي مشتبهين. وكاينه منصه اخرى اللي هي منصه ديال كناسنو اللي كنشوفوا فيها ياك ما هاد الاسم مشبوه ولا شركه مشبوهه. وكاينين منصات اخرى اللي كنشوفوا فيها خاصه الدول اللي فيها الجريمه اللي فيها التهرب الضريبي يعتبر جريمه، لان جريمه تبييض الاموال هي جريمه تابعه للجريمه الاصليه، بالتالي اذا كانت الجريمه الاصليه
راه المترتبات عليها حتى هي تؤخذ من الاعتبار. دونك هذه بالنسبه للاموال. بالنسبه للشخص فاش تيجي الشخص عند الموثق، دونك في هذاك الانتيروغاتوار اونتر بارونتيز فاش كتبدا تسولو، قدر في الاول يجبد ثلاثه د الباسبورات، دونك هذا كتقول سانانديس اللي كيخليك خصك تفكر. الثاني تيقول لك واش كيبدي يسولك هاد الاسئله، واش عندكم نتوما هذاك الشيء، ياك ما غادي دير تصريح بالشبه لحقاش تعرف بان المجرم دائما كيعرف القانون اكثر من اكثر من رجل القانون، لان الجريمه هي اللي طورت القانون، ماشي كتجي الجريمه عاد كيجي القانون، دائما الجريمه هي اللي طورت القانون في التاريخ. دونك من بعد ملي كتسول بعض الاسئله كيقدر يقول لك لا وبلاتي انا راه غادي ندير هكا ولا ندير هكا، دونك كيبدي تبدل. هنا كتبدا ما يسمى بعناصر الاشتباه. الا كانت عندك هاد العناصر ديال الاشتباه بدات كتبان، هاد مجموعه ديال العناصر كتسمعها قدامك، اسمو والله ضروري دير تصريح بالاشتباه بخصوص هاد العمليات. هذا الموثق عنده صلاحيات انه ملزم رجل امن وقابل ملزم انه يدير تصريح بالاشتباه تحت طائله المتابعه. جميل. يعني استاذ يوسف الى لاحظتي انه الموضوع شائك وطويل، وكما قلت اننا الى غادي نفتحوا جميع النقط ما غاديش ننهيو حلقه اليوم. من بين النقط اللي طرحت واللي كتهمنا حنا كثير بزاف هي دعم السكن، المبادره اللي اطلقها جلاله الملك محمد السادس حفظه الله. شنو هي الشروط اللي كيخصها توفر في ابناء مغاربه العالم اللي يكسبوا حتى هما هذا السكن هذا المدعم من طرف الدوله، سواء كان ديال 30,000 درهم او ديال 70,000 درهم. محمد اذا تسمح فقط، هذا محور مهم جدا، فوتوا الفاصل الاعلامي ونرجع ان شاء الله. حاضر. اذا بعد الفاصل نمشوا الفاصل وكذلك بمشي حتى يرتب الاوراق. حاضر. فاصل اعلامي ونعود اليكم من جديد مشاهدينا الكرام. استاذ توفيق نرجع لك، اذا شنو هي الشروط اللي خصها توفر في مغاربه العالم باش يكونوا حتى هما كيكسبوا هذا الدعم هذا اللي طلقوا جلاله الملك محمد السادس؟ اولا بغيت نبدي واحد الملاحظه، بما ان كنا كنهضروا على اللقاء امس اثناء الطرح وكنا هذا السؤال وكنا كان كيشرح السيد رئيس المجلس الوطني الامس، لاحظنا واحد رده فعل ديال الموثقين اللي كانوا ديال بلجيكا على هذه النقطه هذه بالذات. واش اموندوني ولا من جاتهم من الغرابه بمكان، ومعنا حنا في لقاء يمكن اسري اخوي غادي نهضر شويه بالتاريخ. جاتهم من الغرابه بمكان ان دوله كتعطي فلوس للمواطن ديالها بلا ما تاخذ شي مقابل، وحنا بحق ما كتعرفش القيمه ديال بلادك حتى كتخرج على برا. نعم. او كتشوف رد فعل اجنبي بالنسبه ليها. حنا بالنسبه لينا جاتنا عاديه لانه كنعرفوا المغرب هذه من العادات ديال. نعم. ولكن البارح اننا منين طرح السؤال وشفنا رده الفعل تبين انه الامر يعني خطوه جد جد مهمه. علاش؟ جوج الامور، لانه المغرب دار هذه المساله هذه الناس اللي ساكنين في المغرب،
ولكن المغربي كيبقى مغربي وكيموت مغربي، وداك المساله ديال الاب مع ولادو فين ما مشى راه كيرجعوا لبلادو. صحيح. وهذه النقطه دي اللي دارها وقال اللي دارت في هذا المشروع الملكي اللي كيسموه مشروع ملكي، هي كتعطي بدون تمييز لا بين الداخل ولا بين الخارج، انه عندك واحد مجموعه من الشروط بكل موضوعيه راه كتستافد. هاد الشروط هادي شنو هما؟ باختصار، اولا كاين هناك نوعين من السكن، هناك السكن اللي القيمه ديالو كتوصل 300000 درهم، والسكن اللي القيمه ديالو الثاني الصنف الثاني واللي ما كتجاوز 700000 درهم. في الحاله الاولى الدوله كتعطي ثلث ديال المبلغ اللي فايد داك الشخص اللي هي 100000 درهم، تمول 100000 درهم. الحالة الثانية الدولة كتعطي 70000 درهم. الشروط المهمة هو أن الشخص ما يكونش مستفد واحد السكن قبل، والعقار يكون عنده تسليم السكن في 2023. باش نمرر الكلمة السيد رئيس المجلس الوطني على واحد النقطة مهمة، لأنه مهنة التوثيق هي في هذا المشروع هذا بالذات هي كانت فاعل في إطار مواكبة السياسات العمومية ديال البلاد، والدولة المغربية اعتقد في الموثيق باش هو يواكب هذه المسألة. أولا المواكبة العملية أوبيراسيونال، لأنك كتعرف أن فلوسها ما غتمشيش غير هكذاك. والمسألة الثانية مسألة تقنية، لأنه مهنة التوثيق اليوم من أظن المهنة القانونية الأولى اللي في مجال التحديث، عندها منصة إلكترونية كتسمح بالسرعة في إجراء العمليات بما يوفر مجموعة من الضمانات. مهنة التوثيق عندها منصة ديال التوثيق واللي فيها مجموعة من 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 من, من خدمات. كنظن السيد رئيس المجلس الوطني غادي يتذكر أكثر، لأنه هو اللي واكب المشروع واللي وقع الاتفاقية مع وزيرة السكنة في المغرب. كنظن بعد إذنكم هو اللي طبعا. سيدي هشام، يعني هاد الفلوس بعدا فلوس واش ابوندوني ولا شفنا يعني واحد الاستغراب ديال المواثقين زملائكم البلجيكيين، يعني بحال تخلعوا جاتهم غريبه كيفاش المغرب كيعطي فلوس لولادو. زعما السؤال ديالكم فيه الجواب، المغرب كيعطي الفلوس لولاده، لان صاحب جلالة نصر الله فهو ابو المغاربه، دونك بالتالي الاب عطى لولاده. ما فهمتش هما، المهم هما ما يفهموها سي تري ديفيسيل، لحقاش النظام تركيبه النظام المغربي ماشي هي التركيبه ديال انظمه اخرى دونك. ولكن احنا بالنسبه لنا لابد ان الناس كل شيء خصو يعرف بانه هذا البرنامج عطى الانطلاقه ديالو صاحب جلاله نصره الله، انه المونطون ديال الدعم اللي كان تم التصريح به من قبل انه كان اقل من هذا القدر، وسيدنا الله ينصرو هو اللي قرر باش يرفع من القيمه ديال الدعم، ودار 10 ديال المليون بالنسبه للمغاربه بالنسبه للمواطنين اللي غادي يشريو باقل من 30 مليون، و7 المليون بالنسبه للناس اللي غادي يشريو ما بين العقار ما بين 30 مليون و70 مليون. وهنا لابد من تنويه بالسيده الوزيره ديال السكنه والتعمير أستاذة فاطمة زهرة منصوري، اللي كانت عطات الانطلاقة ديال المناظرة الوطنية حول التعمير، اللي كان شرف على الانطلاقة ديالها بحضور السيد رئيس الحكومة وسيد وزير الداخلية، سيد وزير الميزانية، سيد وزيرة المالية، سيد وزير الثقافة والاتصال، سيد وزيرة الرقمنة. دونك المنتدبة لدى رئيس الحكومة كانت السيدة وزيرة التضامن، وكل المتدخلين في هذا القطاع هادو، موثقين، لي زاركتيكت، جي بي بي المجموعة البنكية، لا سي دي جي، المدير العام ديال لا سي دي جي، المدير العام ديال المحافظة العقارية،
la fédération, ديال لي بروموتور, لا فيدراسيون ديال لي بروديكتور ديال لي ماتيريو دو كونستركسيون, لي اندستريال. دونك كانت مناظره موسعه وكانوا فيها جميع المتدخلين في ليكوسيستيم ديال ليموبيلي. ومن بعد غنبين علاش كان هاد المتدخلين كاملين ما كانش من اللعبات, ولكن كان من 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 الحنكة ديال السيدة الوزيرة انه الى امبليكي تو الموند, لانه هاد المشروع هذا كنعرفوا بانه جا من بعد واحد المرحلة ديال لا كريز ديال كوفيد و لا كريز ديال لا غير ديال روسو اوكرانيان. دونك واللي كان الاثر ديالها كان مباشر على ليكوسيستيم ايموبيليي. كنعرفوا كان ارتفاع الاسعار, نسبه التضخم ارتفعت, كان شويه ديال الركود. دونك كان خاص لا ريديناميزاسيون ديال لو سيكتور. دونك بور ريديناميزي لو سيكتور اون ايكونومي, سي اون ايكواسيون ايكونوميك لي معروفه, هو انه خاصنا نقويو الطلب, حيت الا تقوى الطلب انه العرض غادي ينوض كيشتغل وكيخلق الشغل, كيكون الاستهلاك, كيكون الديناميه الاقتصاديه كتحرك, وبالتالي بان الديناميه الاقتصاديه ديال لو سيكتور كتحرك والديناميه الاقتصاديه ديال البلاد حتى هي كتبعها. وهذا هو علاش كانت هذيك النقطه ديال بيرمي دابيتي خصو يكون في 2023 وماشي قبل, لان الهدف من المشروع هو اولا الدولة تعاون الناس باش تكسب واحد السكن, من جهة, ومن جهة تانية ايضا يكون عنده برنامج يكون عنده بعد اقتصادي. طبعا شنو هي الشروط اللي يمكن توفر في مغاربة العالم باش يمكن لهم يستفدوا من هذا الدعم هذا؟ هو تتعرف سي شاطر بانه مغاربة العالم يحضون بعناية مولوية خاصة, وانه ما فاتئ صاحب الجلالة في خطبه السامية بالقول أنه يجب الاعتناء بمغاربة العالم, وبالتالي أن هذا البرنامج وضع مغاربة العالم على قدم وساق بمساواة مع المغاربة, ما كاين حتى شي فرق. إن فوا تتوفر مجموعة من الشروط, كاين شروط اللي متعلقة بالفرض, كاين شروط اللي متعلقة بالعقار, وكاين التزام واحد اللي هو أن هذا العقار من يشريه خاصك تسكن فيه يكون معد للسكن لمدة 5 سنوات. بصح حتى وصل لي واحد المعلومة هو أنه حتى الفري ديال النوتير أنا وجيت في إطار الاتفاقية 2500 درهم. دونك كاين الشروط المتعلقة بالفرض أشنو هي؟ يكون مغربي سواء مغاربة العالم أو يقطنوا بالمغرب. الشرط الثاني هو أنه ما يكون استفد من أحد البرامج ديال الدعم ديال الدولة. أشنو هما هاد البرامج؟ كاين جوج, أنه إعادة إيواء دور الصفيح واحد ما يكونش استفد من هذا البرنامج, والشرط الثاني أي أنه ما يكونش استفد من البرامج المدعمة من طرف الدولة من قبل اللي هو السكن الاجتماعي ديال 25 مليون اللي باقي ساري إلى حدود 2026 باراليلمون لهذا البرنامج هذا, وأنه ما يكونش كيملك, لأن الغاية ديال البرنامج أنه يعاون الناس اللي ما عندهمش الدار باش يتملكوا. الشرط بخصوص العقار هو كاين جوج, أنه يكون فيه جوج ديال شقق. نعرفوا شنو هي جوج شقق, بمعنى الا فيه صالون وبيت ممكن يشريه, ماشي صالون وجوج بيوت, صالون وبيت كيدخل في هذا البرنامج. النقطه الثانيه هو انه هذيك العماره اللي غادي يشري فيها البروموتور ولا الدار, ولو تكون غير دار ماشي عماره, غتشريها من عند فرد وكتحترم هاد الشروط, تستوفي هاد الشروط كامله, من حقه ويكون بيرمي دابيتي ديالها 2023 ممكن ان المواطن المغربي اللي بغى يقتني هاد الدار انه يستفد منها. والالتزام هو الالتزام باش تكون هاد الدار مخصصه للسكن. بالنسبه لمغاربه العالم, ان قانون الماليه في عرف
المفهوم ديال الدار مخصصه للسكن راه ماشي هي خاصك ضروري تسكن فيها بحال كيما كان المفهوم القديم انه خاصك تكون ساكن فيها لمده 180 شهر، لا، انه تكون هذه هي الدار الوحيده اللي عندك في المغرب وكتصرح بانه هذه هي الدار السكن. ولا كانوا عندك جوج ديور ولا ثلاثه ولا اربعه وعندك فيلا وعندك، من حقك انك انت كمواطن مغربي كتمشي لدار الضريبه وكتقول لهم هاد الدار هي اللي باغي نعتبرها انا اللي كنختار بان هاد الدار ديالي هي اللي سكن رئيسي والاخرين راهم سكن ثانوي. علاش؟ حيت غادي تعطيه الحق من لي زاباتمون فيسكو اي اونتر اوتر. هذا اونتر بارونتيز ما عنده علاقه بالسكن، ما يمكنش يكون عندك ديور وانت السكن الثانوي. كيف السكن الثانوي والسكن الرئيسي؟ السكن الرئيسي معروف يعني انا اللي كنسكن فيه. السكن الرئيسي تقدر ما تسكنش فيه ويتعتبر سكن رئيسي. نعطيك انا مثال، شريت دار في الدار البيضاء ولكن انا في الخدمه عطاوني لافيكتاسيون نمشي نخدم في العيون. مشيت نخدم في العيون وتما عندي لوجمون دو فونكسيون والدار هذه خاويه انا ما ساكنش فيها. واش تعتبر سكن رئيسي ولا ماشي سكن رئيسي؟ من قبل ما كانتش كتعتبر سكن رئيسي، ولكن في 2023 جاء قانون الماليه وعرفها كسكن رئيسي، لانه هذا هو منطق وهذا هو العين والعقل، بينه راه الملك الوحيد اللي عندي هو هذاك. يعني كون كانت عندي الامكانيه نسكن فيها كون سكنت فيها، دونك فهو السكن الرئيسي. السكن الرئيسي اكزاكتومون. دونك هذا البرنامج هذا من اجل انه اول برنامج في التاريخ اللي كان الاختيار ديال السيده الوزيره انه يتم بواحد الطريقه كله بطريقه الكترونيه، وخلقوا تم خلق منصه اللي ديال دعم السكن اللي ممكن اي واحد من الجاليه المغربيه ولا من المغاربه انه كاين ولو جد بسيط المنصه دوفي دعم السكن، دونك يدخل ويتقيد يتسجل باش يقدر ياخذ لاتيستاسيون ديليجيبيليتي انه الحق في شهادة الحق في الاستفادة، والجواب كيتلقى عبر المنصة كيجيه ميساج في التليفون ديالو على أساس بأنه راه تم قبول ديال الطلب ديالك ولا تم رفض الطلب على أساس المعطيات اللي حطها على حساب المعطيات. ولما يتم رفض الطلب يكون معلل كيقول ليه علاش 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 علاش، ماشي كيقول ليه رفض الطلب وسير في حالك، لا، يقول ليه ها علاش تم الرفض وكيكون معلل، ومن حقه أنه يصلح الوضعية ديالو على ذاك الشيء اللي كان خلى أنه يترفض يصلحه ويعاود الطلب من جديد، ولا كان مستوفي جميع الشروط راه غادي يستافد. دونك هذه المنصة هذه اللي انتر كونيكتي مع المنصة ديال توثيق بلس اللي هي المنصة الخاصة اللي كيشتغلوا بها الموثقين، وفيها كتكون المواكبة ديال جميع البرنامج من الفيريفيكاسيون ديال هذيك لاتيستاسيون ديليجيبيليتي الى الوعد بالبيع الى ان الدعم كيتعطى عند الموثق اترافير لا سي دي جي كيعطيوه للموثق، والموثق كيبرم العقد النهائي بالشروط اللي كينص عليها المرسوم وقانون الماليه. هنا لابد الاشاره بانه كتوضيح ان المجلس الوطني برم اتفاقيه بخصوص اتعاب موثق بما يخص السكن اللي قل من 30 مليون. و تم تحديد بانه من خارج واجبات الدوله الموثق لا يتلقى الا 2500 درهم. وفيها العمليه كامله، فيها الوعد بالبيع، فيها العمليه ديال البيع، فيها الرهن ديال الاتعاب ديال الرهن ديال البنك، الرهن لفائده البنك. يعني هذا البروسيس كله الموثق في اطار المجهود الاجتماعي اللي دارت الدوله لابد الموثق كمفوض له مجموعه من صلاحيات لصلاحيه الدوله لابد الا ان يتماشى مع السياسه ديال الدوله مع الرعايه ديال صاحب الجلاله لهذه الفئه من المغاربه، و
أخذ على نفسه وتحمل هذا جزء من الأتعاب اللي كان ممكن يتلقاها وسمح فيها من أجل المساهمة من موقعنا كموثقين من أجل إنجاح هذا البرنامج وتحقيق الالتفاتة ديال نساهمه في تحقيق الرضا ديال صاحب الجلالة لا علينا ولا على هذه الفئة ولا على المغاربة كاملين. أي مقابل يعني أو وعد بشيء معين آخر؟ لا ما كاينش مقابل. يعني في وراء الكواليس ووراء الأوراق. هو الرضا ديال سيدنا. صافي. إيش بغيتي أكثر من هذا الشيء؟ كلشي. غادي تنتهي المهلة ديال الدعم إمتى؟ 2028. طبعا الحل كيف كتلاحظ يوسف راه ممكن ان كل سؤال نلقاو فيه ساعه يعني سؤال واحد نقدروا نلقاو فيه ساعه. كنحاول اننا نعطيو مجموعه من الاسئله المشاهدين الكرام متتبعي قناه افيدوز. كنتمنوا اننا كنحاولوا نقربكم من واحد المجموعه ديال الاسئله اللي كتروج في الذهن ديالكم واللي ما كرهتوش انكم تكونوا حاضرين معنا وتطرحوها انتم بنفسكم. أستاذ توفيق كيفاش من بعد هادشي هذا كنبغي المهاجر او المغربي في المهجر كيبغي يسولكم يقول لك كيفاش يمكن نحمي الممتلكات العقاريه ديالي من السطو لانه وقعت مجموعه من المشاكل. اليوم انا بغيت نكون حافظ على الأملاك ديالي مهني مع راسي نعس نمشي نلقى الملك ديالي أو القدر يعني ما سكن فيها حتى واحد. كيفاش كيمكن لهذا المواطن يحمي نفسه ويحمي الممتلكات العقارية دياله؟ وإذا يمكن نتحدثوا على جوج ديال المراحل. المرحلة الأولى اللي كتعلق أن كنذكروا على واحد الشخص اللي شرى الملك دياله وقعوا مجموعة من الإشكاليات اللي كنعرفوها جميع أنه لقى الملك ديالو مشى. هذا الشيء عانينا منه كاملين لأن كانت بعض المسائل اللي في المنظومة ما مقادلاش مزيان. كانت هناك واحد اللجنة اللي كانت اشتغلت على الصعيد الوطني حماية الممتلكات من السطو. هناك بعض الإجراءات اللي كانت دارت وعاد ندوزو ما يقوم به الموثق من أجل الحماية من السطو. بين الإجراءات هو إحصاء هذوك الممتلكات المهجورة. اليوم مثلا في المحافظة العقارية عندنا واحد العقار اللي مسؤول فيه واحد تحت واحد المدة معينة كياخذ واحد 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 ستاتيو معين إلا جا يسول فيه شي حد فيجيلونس تري زيلوي نردو بال معاه مزيان عند المحافظة. طبعا الحال هناك مسائل مصاحبه لهذه المساله هذه لان كاين واحد كانت واحد لا سوليسيون انتغري يعني مجموعه من الامور اللي كتصب في اتجاه واحد. ولكن نرجع شويه للور 2011 الماده 2 من مدونة الحقوق العينيه في الصياغه ديالها فاش نزلت طرحت واحد التاويلات كانت واحد تاويلات من جهه معينه اللي خوفت المغاربه بزاف من هاك يقول لهم 4 سنين عندك وسيروا يشوفوا الاملاك ديالكم راه يمشيو لكم. نوضت واحد الدجه كبيره ما كناش حنا كتقنيين كنشوفوها بهذا الشكل ولكن الناس مشات تخوفت بشكل كبير حتى جات محكمه النقد في احد القرارات ديالها ومشات في اتجاه انه حق الملكيه كما قلت هو حق مقدس ما يمكنش حنا نقولوا 4 سنين ما شفتيش مشات جات محكمة النقد والقضاء الحمد لله راه كيحمي الممتلكات. اذا باش نخرجوا من هذه النقطه ديال 4 سنين كاين من هذه اللجنه فاش اشتغلت وكانت مهنه التوثيق حاضره معها شفنا منين كيجي هذا المشكل يا اما كيجي من تزوير بطاقه التعريف الوطنيه او من تزوير سند تملك باش تملك في هذاك السند في الاول يعني مثلا واحد الشخص شرى واحد العقار بواحد العقد عرفي شحال هذه حنا باش نرجعوا للعقد العرفي. العقد العرفي ساهل نزوروه زورنا وجينا قلنا انا عاد كندخل دابا الاملاك ديالي حقا للمحافظه وكنولي عندي السند في المحافظه راه بالنسبه لي صحيح لانه مزور اصلا وكاينوا تبناو عليه بيوعات اخرين وكيولي السطو على الشخص المالك الاصلي. وكاين السبب الثالث هو الوكالات اللي كانت كدار عرفيه صدر تعديل ديال القانون واللي قال بانه بالنسبه للعقارات والحقوق العقاريه خصها لابد تكون رسميه
وهذا الاختيار ما جاش هكاك، لانه موثق مسؤول في هذوك الوكالات اللي كيحرهم، وايضا مسؤول حتى على الشخص اللي كيكون حداه. اذا اولا الاجراءات، ما بقيناش في وكالات عرفيه، وكالة رسمية. ملي كنقول وكالة رسمية يعني دارها عند الموثق، والموثق غنشوف الآليات اللي عنده، راه تأكد من هذاك الشخص اللي هو كيملك، راه هو اللي دار اللي كيدير الوكالة، ماشي شخص آخر. اليوم حتى بالنسبة للقنصليات العامة لاحظنا واحد تحسيس كبير، لأنه كنتوصلوا بمكالمات من السادة قوة التوثيق من بعد القنصليات العامة اللي كيسولونا بعض الحالات. واش مثلا غير واحد السؤال البارح من القنصلية ديال ميلانو، واش طبيعي انه واحد الشخص يلا غيستافد من داك المشاريع ديال البرار كيمكن له يدخل معاه شي شخص اخر؟ بالنسبة لي ملي نطرح لي هذا السؤال قلت الامور غادي مزيان، علاش؟ لانه هذا الشخص اللي كيعطي الوكالة كيتحرى، لان هذاك هو فين كيكون الاصل الاشكال. ثم هناك بطاقة التعريف الوطني، وحنا كنعرفوا المجهود الكبير اللي داروا المغرب في التحديد ديال بطاقة التعريف الوطني، لأنه كانوا كيتزور البطاقة بشكل سهل. اليوم كنظن أنه كما قال السيد رئيس المجلس الوطني قبل قال لك الجريمة كتسوق كيجي القانون، وقعوا إشكاليات، ردة الفعل ما كانش معطلة ديال السلطات المغربية، ودات بطاقة التعريف الوطني ذكية. غادي نجيو شنو دارت مهنة التوثيق باش تكمل هذه المنظومة. المجلس الوطني دار واحد لي ليكتور ديال لي كارت ناسيونال بلومبرانت ديجيتال. يعني انا نعطيك انا مثال باش نعرفه، واحد الشخص جا مثلا غنبيع واحد العقار، اذا يدعي بانه مالك، الموثق عنده الامكانيه انه يدخل البيانات ديال المحافظه العقاريه ويشوف داك اصل التملك، وكيشوف بطاقه التعريف الوطني واش المعلومات اللي كاينه وصحيحه، لان اللي كيبغي يدير السطو ولا المجرم بصفه عامه ما كيكونش دائما بارفي، دائما بعض النقط مثلا هذا الشخص مزداد متزوج بسيده فلان فلانيه فينا بلاصه متزوج، مجموعه من المعلومات اللي صعيب انه يعرفها هذاك الشخص، تكون شي هفوه غتكون. ثانيا بطاقه التعريف الوطنيه، وهنايا منصه ديال التوثيق بلس، راه عندنا الى غاليه ديريكتومون لا دي جي اس ان ديال الامن الوطني، بمجرد ان كنوضعوها على هذاك لو ليكتور قارئ ديال 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 لا كارت ناسيونال، كيكون انكسي البيانات ديال لا سيورتي ناسيونال، وكنشوفوا بالصوره الشخص والاسم وفين زداد، كيقول لك واش ديك البطاقه صحيحه ولا غير صحيحه. اليوم كاين حتى بالنسبه لومبرانت ديجيتال، والسيد رئيس المجلس الوطني هضر البارح على مشروع ديال لا ريكونيسونس فاسيال، هذا مشروع اللي غادي 15 يوم، هنا 15 اليوم كياكد لي السيد رئيس المجلس الوطني ان 15 اليوم غادي تدخل في حيز التنفيذ. كاين مساله اخرى اللي دارتها حتى المحافظه وكيعاونوا فيها الموثقين، يعني ملي كتمشي عند الموثق والتملك كيطلب منك واحد البيانات اخرى. هناك من يتساءل واش كتطلب مني هذا الشيء؟ كنطلب منك انك تعطيني واحد ادريس ميل ديالك، واعطيني التليفون ديالك، فين تكون جوانياب. علاش هذا الشيء؟ لانه كندخلهم البيانات المحافظه العقاريه، واي شخص طلب بشي حاجه ولا بغى يقيد شي حاجه تما كيجي ان اس ام اس مباشره للتليفون الشخص، راه عندك شي عمليه في هذا الوقت. اذا هادو كلها امور كتخلي انه الحمايه لله، حمايه اللي بواحد الطريقه زعما اللي ولكن في تطور، يعني ماشي وصلنا كاع حنا نقولوا ربعنا يدينا، لا دائما نحن في تطور، لما تحصل الجريمه يتم التطور، نطور الهدف ان ما نبقاوش مربعين يدينا، اننا نرياجيو. ولكن استاذ تم سقوط الفخ بالنسبه للممتلكات اللي هي محفظه، انها تم التلاعب بهذا الامر حتى على الممتلكات اللي هي ماشي مكتوبه على طريق العدول. لا هي انا يمكن ما وضحش الفكره بشكل دقيق. انا كنهضر قبيله كنهضر الحالات ديال ممتلكات محفظه، وغادي نعطي مثال بسيط. انا مثلا هناك واحد العقار كاين مثلا في الحسيمه، هذاك العقار اللي كاين في الحسيمه يمتلكه واحد الشخص ما كيمشيش لذاك العقار بزاف. انا اما كنت شحال هذه، اما نزور بطاقه التعريف الوطنيه باش نكون انا هو هذاك الشخص،
أو نزور وكالة ونقول أن هذاك الشخص عطاني الوكالة وما عمره ما عطاني الوكالة، أو هذاك الشخص ما دخلش العقد ديال المحافظة نمشي ندخل أنا واحد العقد بأنه راه باع لي الأولاني وأنا هو المالك الأصلي. إذا حنا شدينا الطريق على الوكالة قلنا بأنه وكالة رسمية والموثق راه كيتحكم داك الشخص، يعني العمليات اللي جايين كيتحكم داك الشخص، شدينا الطريق على بطاقة التعريف الوطنية عن طريق هذه العملية اللي دارتها مشكورة الإدارة العامة للأمن الوطني، وحنا عندنا ديليكتور باش يمكننا نتأكدوا، ومن هذا المنبر ديالكم كنستغل المناسبة باش نطلبوا من جميع المغاربة أنهم يجدوا لي كارت ناسيونال ديالهم باش تكون في الجيل الجديد اللي فيه أكثر ضمان. إذا أصبح ضروري للحماية مصلحتهم أنهم إذا اللي عنده شي بطاقة يحاول يبدلها من دابا باش يتهنى، لأنه كما شاروا الأساتذة أنه أصبح من الضروري أننا نجدوا البطاقات ديالنا. نعم أستاذي. إذا هادو كلهم مسائل، وكاين مسألة أخرى يمكن كتحدث بعض الأحيان أنه بعض الأشخاص في الوعد بالبيع بالخصوص. إن جي أنا مثلا أنا مهاجر مغربي وجيت في واحد الظرف وجيز مشيت للمغرب وبانت لي واحد العمليه مغريه داك الثمن موري، انا قلت كان واحد المثال المغربي قال له طمع كيقال عليه الكذاب كذاب، كيجي كيقول له انا بغيت نشري واحد العقار وهو مبدئيا كيسوى بواحد 100 مليون، يقول له انا غنبيعك ب 60 مليون راني مزير وعندي هذا وغنبيعك ب 60 مليون. اذا هذه الهمزه اش غادي نديرو؟ ولكن يعطيني واحد الله يعطيك الصحه واحد لافونس، لانه انا خصني باش نسميته. اول تحذير اللي كنوجهو هادو هما المسائل العمليه اخرى. ما كاينش شي نعطي شي تسبيق الا مشيت عند الموثق وجلست وتاكدت بانه هذاك الشخص هو المالك والا كان غير مالك واحد وعندي مالكين واحد اخرين ما يمكنش نعطيه وحده. هذا غالبا هذه العقود كيدوزوا عبر العدود ربما. لا ماشي عبر العدود، دابا كنضرك انا في الوعد بيل، دابا كنضرك مازال يلاه الناس مازال مشاو لعند الموثق والعقد الوعد فين كيتعمل الاصل؟ انا جايك. اذا هذا الشخص يقول له غادي نمشيو نبرموا واحد الوعد بالبيع، إلا ما تقتيش فيا نمشيو حنا كاع عند النوطير نبرموا وعد بالبيع. حد الآن العملية ما فيهاش إشكال. مشينا عند النوطير تأكد الموثق بأن الوعد بالبيع في اسم ديال الشخص مثلا وبرمت هذاك العقد، ولكن كندير واحد لافونس. الموثق في هذه الحالة كيقول له كتحمل مسؤوليتك لافونس، لأنه عندنا واحد الخصوصية في النظام القانوني المغربي، ما كتولي مالك حتى كيتقيد ماشي هذاك الوعد بالبيع، العقد النهائي تقيد في المحافظة. هذاك علاش الموثق يطلب ان المبالغ تبقى عنده دائما، ولكن الا الاطراف الحوا راه كيعلموا هذا هو واجب النصح اللي ذكرت عليه قبيله، كيقول له شوف يعطي شي حاجه تتحمل مسؤوليه، يعني ماشي مساله غير قانونيه، ولكن انت كتحمل المخاطر الا كان شي اشكال في هذه المده هذه. اذا الموثق كيكون انا جايك الاشكال الثاني، هذا الشخص كيخرج مع هذا الموثق مع عندي انا الزوزي مشى قبل داك مشى عند السيد رئيس المجلس الوطني الاستاذ هشام الصابري، انا عندي واحد العقار انه الوعد بالبيع ما كيتقيدش في المحافظه، مشى عند السيد رئيس المجلس الوطني قال له انا عاوتاني غادي عندي وعد بيع مع شخص اخر، خدا واحد لافونس. هنا المجلس الوطني دار واحد حنا توصلنا دار واحد المبادره جد طيبه وجد مهمه، لو سيستيم ديال التوثيق بلس كيعطيك منين تبغي دير واحد الوعد بالبيع تدخل وتشوف واش كاين شي وعد بالبيع كيدور في ذاك العقار. جميل. الا كان اون بلوك نمشيو كاع، الا كان هذا نصاب راه غنعلموا به. اللي كيدير غنعلموا حنا غنعلموا به، ماشي الشخص اللي وقع حنا غنعلموا به. فعلا ملك واحد كيعمل عليه وعود كثيره. هذا من بين الهفوات اللي كاينه في النظام القانوني المغربي، وممكن تكون من المنبر ديالكم فرصه باش نطلبوا انه يكون تعديل تشريعي. كما كاين في بعض الدول الوعد بالبيع كيعطي الحق لواحد التقييد احتياطي في الرسم العقاري على الاقل باش يمكن اي شخص يعرف ان كاين وعد بالبيع. دابا حنا درنا هذه المبادره بمجهودات ديال المهنه، ولكن اللي مشى عند العدو ما نعرفوش ولا مشى يدير شي بلاصه واحده اخرى. جميل. غير واحد النقطه توضح لنا قبل ما نرجعوا عند سيدي هشام. غالبا ما كنبغي نشري شي حاجه كيجي هذاك اللي غيبيع عليا كيقول لي ولكن تعطيني واحد الطريف اون نوار. هذا الطريف اون نوار واش انا اللي ضايع فيه؟ واش من حقي نعطيه؟ واش نقدر نديكلاريه للنوطير نقول له راني عطيت لذاك السيد واحد الطريف نوار، ولا كما حتى هو كنتحمل فيه مسؤوليتي؟ سؤال جد مهم
لانه هذه القضيه ديال النوار ما بقاش ان طابو ولا كلشي كيهضر على النوار بحال كانه شيء ابيض مساله عاديه ما بقاش نوار نعم وكنظن حتى طرح سؤال عليك هذه المساله ديال النوار فيها اول ضرر للمشتري نعم وغادي نعطيك مثال بسيط باش تعرف الضرر كيفاش كيوقع وغنمشيو في هذا الوعد بالبيع ساعه البيع اللي كيبيع هو دابا حنا دابا سي شاطر هو البائع وانا غنشتري من عنده دابا ربما عنده شي همزه غيبيعها ولا طرحها غندوزو النوار دابا دابا غندوزو سي شاطر اش غادي يبيع قال لي ودي انا بعت لك ب 100 مليون ولكن ما مسلكنيش مع الضريبه 100 مليون غنبيع واحد 20 وقيدو في 80 اول ضرر خصوصا في الوعد بالبيع وانه الا ما تمش الوعد بالبيع 20 مليون مشات لك وصير قلب ديك الساعات على الشخص واش الا كان ما عندوش الحق لا والو ما كايناش مشات سير قلب عليا ودعيني واخا دعي ما تربح ما كايناش ما عندكش عليه اتفاق سير الريمه بيناتكم انتم الضرر الثاني هو انه وصلنا الشراء مثلا انا غنقيد 80 مليون مثلا غنشري في 2024 قيد 80 مليون غادي ندوز واحد 4 سنين وغادي نبيع 150 مليون لان اصلا شريت انا ب 100 غنبيع 150 مليون اداره الضريبه شنو غتقول لي؟ تقول لك بزاف راه 70 مليون عندك اول حاجه بعدا اسمح لي غادي نرجع شويه للور بعدا هذا التصريح اللي كنهضروا عليه اداره الضرائب عندها الحق باش تراجعوا لان عندها اثمنه مرجعيه وغتراجع شكون غتراجع؟ تراجع البائع اولا وغتراجع المشتري حتى هو براسو اللي كيشري وعندها الدوله 4 سنين باش دير هذه المراجعه غتنسى انت الفلوس ديال هذا وتجي عندك شي نهار وتقول لك اودي راه داك الفلوس اللي ما خلصتيش زائد الفوائد ملي كنقول الفوائد راه 35% في الاول و 0.5% على كل شهر تاخير في الفوائد المساله السلبيه الثالثه هي كما قلت انا شريت ب 80 ديكلاريت 80 وفي 2027 كنبيع 150 الفرق لانه ضريبه الربح العقاري كنخلص على الفرق ما بين الثمن باش شريت والثمن باش كنبيع الا درت بانني شريت 80 وبعت 150 شحال الفرق 70 مليون غنخلصوا عليها واحد المبلغ معين ماشي هو الا درت 100 وخلصت ماشي هو 100 ماشي 50 مليون اللي هو الفرق بين 100 و 150 اذا البورسونتاج ديال 20% اللي كيجيني بشكل مبسط البورسونتاج اللي كيجيني ديال 70 مليون كيكون اكثر من البورسونتاج اللي كيجيني على 50 مليون اذا انا كنولي ضايع حنا كموثقين يمكن عندنا توجه اظن يونانيم في هذه المساله هذه وكنحاولوا نقولوا للناس واحد الفكره بسيطه وان خصوصا في الوعد بالبيع الا كنتي نتايا غتدي داك 20 مليون نوار ويمكن ما يديكش النعاس واحد الشهرين على ما يتحقق الوعد بالبيع اللي قدرت في فلوسك دير بحال اللي غدير تامين خلصها للدوله ديكلاريو اسيدي داك الشيء اللي هو 100 ونقدروا نشوفوا نتعاونوا في داك ضريبه الارباح العقاريه اللي تكون هي انا وياك كاطراف باش نبقاو في اطمئنان حتى الا مات شي واحد فينا ماشي انه راه داك 20 مليون مشات كيكون واحد الاتفاق على اساس انه يديكلارا داك الشيء ديرك زعما بصفه صحيحه ويتعاونوا الاطراف في الاداء من داك المبلغ. جميل. سي محمد السؤال عندك سي هشام. نعم طبيعه الحال غادي نمشيو ربما تقريبا في نفس السياق ولكن حتى باش يتوضح واحد الامر كان تكلم عليه سيدي هشام البارح في اللقاء مع المغاربه هو اليوم ولات واحد الامكانيه ديال انني نعرف القيمة ديال السكن ديالي عندي ابارتومون عندي دار عندي فيلا اليوم كنجي عندكم وكتقولوا لي هاد الدار ديالك شحال كتسوى ولات الامكانيه الان سهله وانا كما قال السيد توفيق انني اليوم نعرف داري انا شحال كتسوى بلا ما نبقى نجيب السمسار ونقول لي بشحال وطلع هبط دونك انه ما بين الخدمات اللي اشتغل عليها المجلس الوطني لفائدة زبناء الموثقين هو أنه إصدار واحد دليل مرجعي ديال الأثمنة ديال العقارات دونك دابا اللي هو متاح
هذا الدليل المرجعي متوفر عند جميع الموثقين في المكاتب ديالهم عبر المنصة الإلكترونية ديال الموثقين توثيق بلس. بدينا بالدار البيضاء الرباط، دونك لا فالور ديال لي زابارتمون، لي فالور ديال لي فيلا. ومن بعد غادي يتم التعميم ديالو دون 3 موا. هاد الدليل المرجعي غادي يولي غادي يكون في طنجة وفي اكادير ومراكش، ومن هنا لنهاية السنة غيكون متوفر في المغرب كله. علاش درنا هاد الشيء هذا؟ بكل بساطة انه لا يعقل اليوم واحد خاصة مغاربة العالم انه شرى واحد دار ومشى غاب لمدة 5 سنين ولا 6 سنين، الأثمنة كتبدل، ولقيت اللي ترجع للمغرب غيبيع دارو ما عرفش تمن شحال، وما كاينش اللي يعطيه تمن شحال نهائيا. حتى المسطرة الحالية اللي كاينة على مستوى قانون المالية هي أنه خصو يبرم الوعد بالبيع، ولا برم الوعد بالبيع عادي يمشي يسول دار الضريبة شحال تمن، واش هذاك الثمن هو هذاك، وشحال غادي ماشي حتى شحال الثمن، شحال غنخلص بناء على الثمن اللي دار، واش تقبل لي دار الضريبه هذاك الثمن ولا ما تقبلوليش، في حين انه المعلومه خصها تكون عنده قبليه باش يقدر يكون عارف راسو واش يبيع ولا ما يبيعش، شحال يخلص في الضريبه شحال ما غيخلصش. دونك حنا فكرنا بانه نحاولوا ما امكن نساهموا من موقعنا ك مهنة التوثيق من أجل دوني نعطيو شفافية أكثر في ميدان معاملة العقار، أنه نقدر نوفر نصح أكثر بالنسبة للزبناء ديال الموثقين، نعطيو المعلومة للمواطن بشكل عام بناء على مبدأ الحق في المعلومة. وهذا ما كيعنيش بأن هاد المعلومة راها قاطعة، فهي فقط من أجل الاستئناس، ولكن إدارة الضرائب كيبقى لها كامل الصلاحية بأنها هي دير التقويم ديالها وتمشي إلى امبوز ان فونكسيون ديال لي فالور اللي هي عندها. وراكين مسطرة ديال مناقشة ديال المراجعة الضريبية، كاين ما هو لنقاش الإداري، المناقشة الإدارية ولا المنازعة الإدارية، وإلا ما حصلش الاتفاق ما بين المواطن وما بين الإدارة ممكن أنه المواطن من حقه أنه يمشي للمحكمة الإدارية بوغ فيغ سا فالواغ سي دغوا. ولكن عبر هذا المنصة على الأقل اليوم إلي إكليغي، يكون عارف القيمة ديال دارو قبل ما يبيع. لحقاش لاحظنا ان هاد المثال اللي خديت الولد ديال المغربي اللي مشى للخارج خدام على راسو، ومن بعد ابخي 6 ans كيجي عنده لي فاكونس ديالو فيها 15 يوم، يلا غيبقى يدور باش يعرف دارو شحال تيسوى، يسول الكارديان وغيسول مول الحانوت وغيسول العساس ديال الطوموبيلات وغيسول السمسار وغيسول، وكل واحد من هادو كيعطي ثمن، وكل واحد زعما حتى واحد فيهم بروفيسيونيل، حتى واحد ما باني المعطيات ديالو بناء على 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 معطيات علميه، ولا ما كاين حتى شي حاجه. جميل. استاذ هشام الصابري، قبل قليل قلت بان الجريمه اللي كتعلى ان القانون متشدد وحكي وصل بعض الهفوات. المشروع الجديد واش مسبقا السي هشام ولا السي النوطير السي العزوزي مسبقا عارفين شنو غادي يقدر يوقع في الخلل كخلل من خلال المشروع الجديد؟ اي المشروع الجديد ديال السكن هذا ديال الدعم ديال السكن، لانه غيجي واحد غيشري ربما يقدر بحال اللي كان السكن الاقتصادي كياخذ 10 ديال لي زابارتمون وهو كيعاود يبيع فيهم. مثلا النوار اللي كان كيوقع السكن كيتباع تقريبا ب 40 وكيتحسب في الورق بانه 25، مساله كان ما بقاش حل قلنا قبيله وضحكنا، وفعلا الضحك رجع حقيقه انه السكن محسوب ب 25 هو كيسوى اكثر. فبالنسبه لكم اذا كان شي امور مسبقا عارفينها واش تقدروا تغيروا بعض الامور الان
ولا يمشي لك الشيء كما هو، كما سيدنا اللي عطى الدعم ديال التذاكر ديال رويال اير ماروك في السنه هذه سنتين على ما اظن في الكوفيد، ما وصلش حتى 10% في الناس اللي استفدوا منها، ما عارفينش هذوك اللي بيه. فملي كيكونوا مبادرات ملكيه من هذا الحجم هذا وكيتمتلعوا الفقري حنا هذا اسبانيول يعني الفقير والمحتاج ما يوصلش لهذا الامر هذا، كيفاش حنايا؟ الكلام في البدايه كان كلام جميل، انا مبادره ملكيه جميله، ولكن شكون غيستفاد منها؟ واش غيتمتلعوا؟ ربما يكون شي خلل كاين في النصوص، وديك النصوص كيجي فيها خلل عمدا على ما اظن، ما عرفتش من المؤسس ديال هذا المشروع او اللي هو حط المشروع وكيعمل داك النصوص هكذا فيها او شي او كيعملها وكيصدق اللي هما كيستافدوا غير هما اللي كيفهموا في القانون. لي نوتير كيتم هما نفسهم بعض الموثقين ماشي كلهم، يعني كتجبر واحد في الاف انه كيهنا هو اللي كيتم يدوز البيع بطريقه غير قانونيه، وحصلوا هاد الناس هادو حصلوا في القضاء اللي هما حتى سطوا على الممتلكات ديال مغاربه العالم، كانوا شركاء النوتير فيها وقضات كانوا فيها والناس من مجموعه من الجماعات او مقدميه. فواش يمكننا نقول باننا نحن الان يعني ضامنين هذا المشروع هذا انه يتم بسلام وبسلاسه؟ ومن خلال الجواب ديالكم مباشره غنعطي واحد السؤال للحضور اللي حضر معنا ان شاء الله. وعندي الاسئله ديال الحضور. تفضل. شكرا على هذا السؤال لانه فعلا سؤال ديال الشعب، هذا ماشي ديال يوسف الرواس. احنا السؤال اي سؤال مرحبا به. دونك اول حاجه كاين شقين في السؤال، كاين الشق الاول اللي هو متعلق ب هذا المشروع ديال السكن، دعم ديال السكن المباشر، وكاين الشق ديال ظاهره السطو على العقارات. دونك بالنسبه للشق الاول تنعرفوا بانه هذا البرنامج يلاه تعطات الانطلاقه ديالو وغادي يسالي في 2028، دونك عنده مده ديال 5 سنين. واحد النقطة اللي بالنسبة لي نعقب لك عليها ولا نلاحظ لك ندير لك عليها ملاحظة، بأنه واضع أنه اللي وضع القانون أنه خلى فيه تلاعبات ولا ثغرات، أنا ما المستحيلات ما نتفقش معك على هذه نهائيا وبتاتا وغير مقبولة، لأنه لما يتم التشريع هناك مسطرة تشريعية فيها مؤسسات ديال الدولة، فيها الأمن العام للحكومة، فيها الوزارة، وزعما احنا النضج ديال المدنية ديالنا والوطنية ديالنا هو أننا نحترموا مؤسسات ديال البلاد وحسن النية ديالها، خاصة أننا كنت ندوي على مشروع اللي عطى الانطلاقة ديالو صاحب جلالة نصره الله. أبخي تنزيل ولا الواقع، ديفوا الواقع أنه كيمشي معك، ديفوا في بعض الحالات أنه كيف كنقول يقدر يحنتك في بعض الحالات، وهذه ما ممكنش نقول لك اليوم ها أشنو غيوقع غدا لأنه علم الغيب عند الله. ولكن إذا شفتي إلا طلعتي على المرسوم كاينه واحد اللجنة ديال التتبع، شنو الدور ديالها؟ الدور ديالها هو تدارك جميع، هو تتبع البرنامج، تدارك جميع الهفوات، تدارك جميع الاختلالات، وخاصة بأن هذا البرنامج دار بمرسوم. بالتالي علاش دار بمرسوم؟ أنا ما دارتش عابات، لأنه إمكانية التدارك والتعديل ديال المرسوم كيدوز في مجلس حكومي، كيدوز بسرعة. اما الا كنا تعطات الانطلاقه بقانون، انا ذاك سيرخذ المسطره التشريعيه ديال القانون مشيتي 3 سنين ولا 4 سنين يكون سهل البرنامج انت يلاه كيفاش غادي تعدلو. دونك بالتالي انه قبيله فاش تكلمت على الحنكه ديال السيده الوزيره واختيار انه المسار التشريعي لهذا القانون من بعد ما جاء الاطار العام ديالو في اطار قانون الماليه 2023، ولكن لا ميزون اوفر ديالو مشات بمرسوم ما كانتش عابات، والتنصيص على هذيك اللجنه من اجل تتبع هاد الاختلالات. عطيتي جوج ديال النقاط، النقطه الاولى هي انه هذوك السماسريه ولا بزنازه ولا سميهم اللي بغيتي نسميهم انا كاع اكثر، انه مادام هذا سؤال اللي هو سؤال الشعب وبالتالي اننا ندويو كلام اللي يقدر يفهمه الجميع، اليوم امبوسيبل
علاش؟ لان المنصه الالكترونيه هي اللي كتحكم. شفتي انت صاحبي خويا صاحب الوزيره خوها صديق انتيم تبغي تطلبها باش تاخذ الرتبه غير قبل من واحد اللي دخل قبل منك امبوسيبل، لان المنصه الالكترونيه هي اللي كتعطي الترتيب وبرومي اريفي برومي سيرفي. امبوسيبل شي واحد يدوز غير قبل من الاخر، عاد بالاحرى انه يستافد اكثر من يستافد مرتين او ثلاثه. امبوسيبل تقدر تستافد لحقاش لو ديجيتال، هذه هي لا فورس ديال لو ديجيتال. وهذا الشيء علاش انه السيده الوزيره حرصات بان هذا البرنامج يدوز كله الكترونيك، واي حاجه تقاست في الديجيتال اون بو لا تراسي اون بو لا بيسي. هذا الشق الاول بما يخص الدعم السكن. الشق الثاني فيما يخص ظاهره السطو على العقارات، فانا جي ان برينسيپ اللي تنقول دائما اللي هو لو بارفي اي ديفا، وكاين ان سول بارفي هو الله، وما باقي كنا خطأ وخير خطائنا التوابون. ولكن اللي جد مهم هو ضروري نكون كنا مأمنين بأنه احنا في دولة الحق والقانون ودولة المؤسسات. اللي دار الدرب كيستاهل العقوبة وكيتعاقب في المغرب، ده هو لافونتاج. مابقاش عندنا هذا فوق القانون ولا هذا عنده نفوذ ولا هذا عنده علاقات. وراكم متبعين نعرف الحب والارتباط ديال المغاربة العالم بالمغرب، راكم متبعين شنو كيوقع في البلاد والتطورات اللي غادا في البلاد. ما بقاش حتى شي حد يقدر يقول على راسه بانه راه خارج القانون ولا ما غيطبقش عليه شي نهار القانون ايا كان موقعه. طبعا بجميع المستويات وبدون استثناء. الا سمحتوا، لانه مغاربة العالم جنازة في الحي كيسوقوا الخبر الناس ديال مغاربه العالم قبل اهل الحي. هذا مدى الحب والارتباط بالبلاد الحمد لله. ربما حتى باش ما نتعبوش معنا ضيوفنا، لانه حتى الاسئله بقينا 10 دقائق ربما لان باقي 10 دقائق باقي فيها مجموعه ديال الاسئله، غادي نحاول نكون مختصر. يعني بالنسبه للسكن، الدعم ديال السكن، انا بغيت نرجع غير لهذه النقطه بخصوص موثقين في هذا الشيء. هذا بغيت غير نعطي واحد المساله اللي مزيانه يعرفوها مغاربه العالم ويعرفوها هذا، هو انه لو اي واحد اللي ضاعت ليه فلوس عنده ديالو عند الموثق، راه كاين صندوق ضمان الموثقين. يعني جبتيني قبل ما نطرح اللي كيضمن الفلوس ديال اي واحد اللي ضاعوا ليه فلوسه عند الموثق. صحيح المسطره شويه لحد الان راه ثقيله، وحنا درنا مجموعة ديال المبادرات مع الوزارة الوصية ووزارة العدل من أجل تسريع من الوتيرة ديال لو تريتمون ديال لي دوسي. 2023 ديسمبر 2023 ما بقى عندنا حتى ملف ما تمش التعويض ديالو، ولو ملف واحد ما تمش التعويض ديالو. هذا هو اللي غادي انا غادي نكمل لك غير سؤال باش ديك الساعه سؤال اخر نرجعوا للسي توفيق. كيفاش بغيتيني نثقف الموثق ونقول على انه غادي نخلي له رزقي وما نخممش وما نفكرش؟ راه الموثق واحد الملك اللي خالي من 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 العيوب. الله قلتي لنا بانه الله سبحانه وتعالى وحده اللي هو باقي. كيفاش اننا نثقوا في الموثق وحنا سمعنا انه وقعت مشاكل كانوا سببها بعض الموثقين اللي ما عندهمش ضمير مهني؟ سي هشام سي شاطر هذا هو كيدخل معك الظريف، ودابا الاسئله راه هي صحيحه. لا لا مرحبا، لا لا الدور هو نجاوبوا على جميع الاسئله. ولا كنطرحوا ما يطرحوا الاشاره من اجل الاجابه. شوف احنا راه الاشاره من اجل الاجابه على جميع الاسئله وبدون اي احراج. تفضل استاذ هشام. لانه تنوير حق. نعم، والمعلومه هي حق. نعم. والسؤال مشروع، لحقاش ما كاينش افتراء. الناس هكا تهضر من الواقع. راه كاين ناس اللي مشات عند موثق وحطات فلوسها، ومن بعد هذاك الموثق انه تلعب بهذوك الفلوس بطريقه ولا تلعبوا عليه وحدين اخرين داو ليه فلوس ديال هذوك الناس. دونك علاش؟ لانه كاين مجموعه ديال التدابير اللي كان خصها دار وما دارتش، واليوم كاينه مجموعه التدابير اللي حنا كنقولوا خصها دار، وعرضناها على جميع المتدخلين في ليكوسيستيم
بناء على الالتزام اللي رفعه المجلس الوطني في بدايه الولايه هو انه النوطاريا غنوصلوا بها ان شاء الله الزيرو ديتورنومون، انه ما عمره ما يكون لو ديتورنومون ديال النوطير. وانا نقدر نقول لك بانه هادشي ماشي شي حاجه كاينه، هاد الحالات وقعتها في المغرب. فرنسا راه واحد الوقيته الحبس كانوا كيسميوه لا شومبر دي نوطير، بكثرت ما لي نوطير كانوا دخلوا للحبس وكانوا سماو الحبس لا شومبر دي نوطير، في حين حنا الحمد لله والشكر لله كتبقى حالات جد معزوله كتبقى حالات جد معزوله. الا شفنا النسبه ديال الاموال اللي كيدبر لو نوتير، راه شوف لي شيفر عند لا سي دي جي، راه واقيلا ما غتحسبش لو نومبر دو مليار، واقيلا ما صعيب انه الواحد غير يعرف يقرا داك لو نومبر دو مليار اللي كيدبروا لي نوتير بارون. و الا شفنا شحال تم الحالات المعزوله اللي وقعت فيها مشاكل، راه ما كتفوتش واحد 8 الحالات وقيلا مني بدات المهنه من 1925 الى اليوم. ودونك الا قلنا 8 ديال الحالات على 99 عام في 1800 ديال 1833 موثق، تنظن بينهم كتمثل حتى 0.001. لا لا لا، وحتى وهذا ما كيعنيش بانه هاد الحالات اللي وقعوا لهم الناس اللي وقعوا لهم مشاكل عند الموثق راهم يضيعوا في حقهم، لا حقهم حنا كاين عندنا صندوق ضمان الموثقين وكاين عندنا لاسيورونس ديال الموثق. لاسيورونس في حاله الخطا المهني حنا نمشيو لسيدي لو ديتورنومون نوتير طاح في هاد الزله ودال السيد فلوسه. كاين صندوق ضمان الموثقين اليوم عندنا فيه 50 مليار محطوطه، 500 مليون درهم محطوطه في الصندوق، واللي هي من الماليه ديال الموثقين، واللي كنكوتيزيو على كل عقد كيحروا الموثق كنخلصوا اون بارتي اللي كتمشي للمجلس الوطني، والمجلس الوطني كياليمونتي بها الصندوق، و اون ميم طون une partie ديال les dépôts sur les fonds consignés à la CDG كتمشي لهداك الصندوق. وهداك الصندوق ما داروش المشرع عبثا، وحنا ماشي كان اليمونتيوه شيطان يعني الفلوس، ولكن من اجل توفير الحمايه والضمانه للمواطنين، باش ما عمر فلوس تقدر تاخر عليك انك ما قضيتيش بها غرضك، ولكن راه ما عمرك ما غادي تضيع لك فلوسك عند الموثق، لانه كاين الضمانه. وهذاك الصندوق كنزيدوا فيه كل عام مينيموم 10 المليار اللي كيدخلوا المالي اللي كتضخ في هذاك من ماليه ديال الموثقين المستحقه لفائده الموثقين اللي كتحط في هذاك الصندوق، باش الضمانه كتكون 100%. دونك بالتالي نرجع منين بديتي السؤال، هو انه كيفاش غادي نحط فلوسي عند الموثق ونمشي للناس؟ لحقاش يا سير تنعس، راه فلوسك راهم مضمونين 100%. على كل حال يعني لو وقع شي حاجه راه المجلس الوطني للموثقين مفتوح في وجه كل المواطنين، ياك يرفعوا شكايات عندكم او كذلك المكتب الجهوي في مدينه رباط الناس ديال الرباط، جميع المجالس الجهويه باستثناء الاشاره المجلس الوطني. سؤال جانا من عند الاخت لطيفه كتسول، نرجعوا للسكن، الدعم ديال السكن اللي اطلق المبادره ديالو صاحب الجلاله الملك محمد السادس حفظه الله، والاعفاءات الضريبيه اللي كتمنحها الدوله لمغاربه العالم عند قيامهم بعمليه بيع العقار ديالهم اللي استفدوا منه بعد مرور 5 سنوات. واش هناك اعفاءات ضريبيه للجاليه المغربيه او لمغاربه العالم؟ اولا بغيت غير واحد التوضيح، واحد الخيط ناضم بين المداخلات ديال السي يوسف والسي شاطر بالنسبه لهذه المساله ديال 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 الثقه. اليوم انتم كمنبر اعلامي كتقوم بواحد الدور ديال التوعيه، واليوم راه المواطن حتى هو عنده واحد الالتزام ديال انه يكون يقظ. ملي كنقولوا اليقظه ماشي هو يكون كيعرف كلشي، اليقظه كيطلب حقه، ما يمكنش بعد النوبات نعرفوا شي حاجه، خصوصا في المساله اللي قلتي ديال مثلا النوار والدعم وهذا، خص ولا بد الانسان يشوف شي حاجه ما هيش، راه كاين لجنه ديال التتبع يعلم. مشيت عند النوطير وحقي ما عطاهليش، راه كاين عند من نمشي.
يعني لسك تي راك كتجني على راسك كتجني على الناس واحد اخرين باش ما تكونش تتبع. واليوم كنظن المجالس الجهويه كلها عندها لجان خاصه تتبع ديال الشكايات وبالانتاج، ماشي غير تتبع شكايات شنو درنا في هذيك الشكايه، شنو فين 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 وصلنا فيها. نرجع للنقطه اللي طرحتي وديال الاعفاءات الضريبيه. نعم. وغنرجع للنقطه الاولى، مساله المساواه. اليوم ما عندناش، ما كاينش فرق لا بين مغاربه العالم والمغاربه في داخل المغرب بالنسبه للاعفاءات الضريبيه. ملي كنقولوا واحد السكن واحد العقار مخصص للسكن، العقار المخصص للسكن ماشي هو بالضروره غنسكنوا فيه. يعني بمجرد اننا نقولوا بانني عندي عقار واحد في المغرب يعطيني الحق منين غادي نبغي نبيع، غادي نتعفى تماما من ضريبه الارباح العقاريه، ونبقى ديالها راه جد مهم. الا كان عندي انا كمواطن مقيم، مواطن مغربي مقيم بالخارج، عندي مجموعه من العقارات وقلت غادي نبيع واحد العقار معين، غادي نختار شنو هو هذا العقار اللي غنقول هو المخصص الرئيسي ديالي، ماشي بالضبط نسكن فيه ولكن هو الرئيسي ديالي. وهذه مبادره جات بها قانون الماليه 23، كنقول هذاك هو بتصريح والثقه والدوله كتثق في المواطن في التصريح ديالو. بمجرد تصريح بانه هذاك هو العقار المخصص للسكن ناخذ الاعفاء مباشره. الجانب الثاني مغاربه العالم، وهذه هذا هو الاستثناء اللي كاين، هو انه الا كان عنده شي عقار ما ساكنش هو فيه ومسكن فيه والديه ولا ولاده يستفيدوا من الاعفاء. حتى بالنسبه لضريبه النظافه والضريبه الحضاريه اللي كتكون سنويا تعتبر سكن رئيسي وكتخلص بواحد البحال بحال شي واحد اللي ساكن تما. اذا هادو كلها امتيازات اللي كتخلي انه اليوم بنفس المعامله الضريبيه اللي كنتعاملوا بها مع المواطن اللي داخل المغرب نفسها كنتعاملوا مع المواطن بالخارج. اكثر من هذا ان لاحظت اليوم ان اداره الضرائب اصبحت اكثر انفتاح واكثر تلقي لسميتو المواطنين، يمكن لهم حتى بالنسبه مثلا كنهضر على شي ثمن مثلا ديال شي عقار اللي مازال ما دخلناش في المنظومه ديالنا حنايا، ممكن انه يسال اداره الضرائب يقول له واش ممكن انني نتعفى في هذا العقار ولا لا. يعني كاين تجاوب اليوم، تجاوب جد سريع في هذه النقط هذه. غير باش نوضحوا واحد النقطة كذلك مهمة، في طبيعة الحال أستاذ يوسف عرفت أن الوقت انتهى، باقي عندي سؤالين أخيرين إذا سمحتي. الأساتذة أو يستمروا معنا فقط. أنا غير هذاك النقطة ديال الثقة في الموثق بغيت بغيت نجي لها باش نزيدوا نأكدوا على الثقة. أنا بغيت نثق في الموثق ديالي ونعتبره أنه كشريك معايا في العقار ديالي، بغيت نخليه هو يتكلف لي بالكره ديالي. انا كنعيش في الخارج ما كنجيش مثلا على عامين ثلاث سنين اربع سنين، بغيته هو يتكلف لي بالمدخول ديال الكره ديالي باش ما نتصادعش انا مع الكراي، ما نطلعش ونهبط مع الكراي، بغيته هو يكون وكيلي في هذه المسائل. ممكن هذه القضيه هذه غادي نمشي لواحد المبدا مهم في التوثيق في العالم، ومبدا الحياد. الموثق ما كاينش موثق ديال بحال حتى بلجيكا عندهم موثق البائع موثق المشتري، حنا عندنا موثق واحد اللي كيكون محايد بين الطرفين. هذا النوع ديال الطلبات انك تكلف لي بالمهام ديالي كتخليك اقل حيادا من بعد الا كانت شي عمليه كتولي فيها ضرر بالنسبه لك من بعد او بالنسبه لشخص اخر. وبالتالي فان الموثق المهمه ديالو واضحه، استشاره قانونيه، توثيق التصرفات والعقود، وما كنبغيو حتى شي مساله اللي تاثر على هذا الحياد وعلى هذه القضيه. فوالا كونفليت انتيري. كاين مساله اخرى ديال وهضرت قبيله على 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 على, 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 على لو سيتويان افيرتي. منين غادي نمشي عند الموثق؟ مبدئيا انا كنمشي كمشتري مثلا. كاين مجموعه من المسائل اللي خص الطرف يتحرى عليها. وهذا كنشكركم على هذه المبادره لان غتسمح لنا اننا نعاودوا، واخا هضرنا في هادشي شحال من مره نعاودوا نهضروا فيها مره اخرى. وان اليوم الى عندي مبلغ وغادي ناديه لهذاك الموثق من اجل عمليه معينه، اول حاجه نمشي بالشاك.
هذاك الشك كنحرو في اسم الموثق وكندير واحد البارمون سبيسيال داك جوج شريطات الفوق كنكتب عليها السي دي جي باش هذاك الشك يمشي للسي دي جي. يمكن انني نقول له عطيني لو غيب ديالك وغندير فيرمو من هنا وغادي يمشي. ويمكن بعض الاحيان كاين الناس اللي ما عندهمش البنكه كيجيب مثلا لاسبيس الموثق ما كيشدش لاسبيس الموثق يطلب من هذاك الطرف يمشي يوضع المبالغ في البنك في البريد اللي هو حساب تابع السداجي ويعطيه الوصل. اشنو خص هنا في هذه الحاله؟ انا دابا كنهضر على الالتزامات ديال هذاك الشخص ك ك ك كسيتويا افيرتي ماشي يعطيك فلوس بشي بحالك زعما نعطيك فلوس والله انك ما ناخذ حتى شي حاجه لا عطيت مبلغ خصني الوصل. الموثق كيعد واحد الوصل في واحد الشكل قانوني معين ديال السي دي جي اللي كيكتب فيه شكون هو هذاك الشخص اللي عطى الفلوس وشحال ديال المبلغ وشكون هو المستفيد شكون هو ذاك البائع ولا شكون هذاك البنكه اللي غادي واخده شي كريدي ولا شي حاجه. الوغ نفرض هذا الموثق بهذا الشكل دابا اللي قلتي وشخص ماشي هو هذاك ندوز العمليه وقبض خذا الفلوس اما راسو ولا غيعطيهم شي حد اخر. المرسوم اللي كينظم الحسابات ديال الموثقين في صندوق الاداعه والتدبير كيعطي واحد لي دوز اليرت مباشره ملي كيتصوب شك بهذا الشكل ولا شي فيرمو بهذا الشكل كتجي اليرت لرئيس المجلس الجهوي والوكيل العام. ملي كيجي الاليرت اون رياجي علاش عطيتي هذا المبلغ لهذه الجهه معينه سير بلاس. احيانا كتكون مساله جوستيفي بحال دابا شي شخص ما حضرش ما قدرش يحضر من بعد كبائع عطى وكاله كيبرر ولكن الا كان شي فعل ماشي هو هذاك حنا دخلنا في الوقت المناسب. ولكن اقول بان هذه كنعاود نكررها ان مشيتي عند الموثق طلب الوصل ديالك ما كاينش الوصل طلب الوصل ديالك باش كتولي كتضمن الامور ديالك. مساله اخرى انا لاحظتها عند بعض الاجانب ولكن مازال ناقصه شويه عندنا كمغاربه ما كنطلبوش الاستشاره والابعاد والاثار ديال كل عمليه قبل ناخذ وقتنا. هذيك المساله ديال الهمزه وداك الشيء راه مابقاش الهمزه راه مكاينش الهمزه الهمزه راه كاينه غير فعرف بان مورا شي هوته واحد اخر سير وتحرك. كان داك الشخص فعلا بغى بعد ما تحركت الامور قاده مزيان طب مزيان راه محقق ولكن الا كانت كتبع واحد الامور اللي خايبه انساني يعني كنجي نستشر من عندكم عند الموثق يشوف ليها فك هاد الارض عند الموثق يدير مع الاستشاره وعنده جميع الوسائل التقنيه اللي يمكن له يتحرى سور بلاس يمكن له يدخل لاباس دوني المحافظه العقاريه يمكن له يعرف الضرائب يمكن له يعرف جميع الامور اللي كتعلق بهذيك العقار ويدخل لاباس دوني كما فسرت قبل لاكارت ناسيونال ما الى ذلك. نعم استاذ صبري ربما هناك شي سؤال مهم بزاف خصني نطرحه ضروري لانه جاء من عند احد المشاهدين هو انه بالنسبه لولاده يعني هو كبر انسان متقاعد وكبر والولاد ديالو ما بقاوش كيمشيو للمغرب وعندهم واحد الملك ديالهم بغاو يبيعوه وبغاو يرجعوا الفلوس ديالهم. حنا سمعنا البارح تطرح هذا السؤال كيفاش يمكن نرجع الفلوس ديالي اللي استثمرها الفلوس ديالنا اللي استثمرها بنا او الام ديالنا في المغرب. حنا ما بقيناش عندنا علاقه مع المغرب ما نستثمروش المغرب ولكن بغيت نرجع دوك الفلوس ديالي هاد الامكانيه كاينه؟ هاد الامكانيه كاينه في حاله لو برينسيپ هو لوريجين دي فون واش الاصل ديال الفلوس المغرب ولا الاصل ديال الفلوس انا ولا الاصل ديال الفلوس في هنايا في بلجيكا. مادام الاصل ديال الفلوس انه صيفطهم هو بصفه قانونيه وعنده ما يفيد بانه هذوك الفلوس راه هو اللي الى استثمر بهم في المغرب شي عندهم عقار ولا كاين الاصل ولادو راهم الاستمراريه حاولت الحق لفائده الورثه. دونك من حقه ان من حقهم انه يرابطريو دوك الفلوس ولكن خص ما يجيبوا ما يفيد بان دوك الفلوس تم تحويلهم من هنا سواء عبر البنك او بانه في لادوان خداو الورقه ديالهم ولا يشوفوا الطريقه اللي كانوا داروا خاص لو جوستيف ومن حقهم باش يردوا هذوك الفلوس زائد الارباح اللي نجات على هذيك الفلوس. دونك هذه امكانيه متاحه 20 عام ولا 30 عام. المهم الاصل هو
جوستيفيي بانه هذيك الفلوس راهم مشات من هنا اون ديفيز وتم تحويلها اون ديرام وعاد كانت اوبجي دان انفيستيسمون وعندك الحق ترد الفلوس اللي دخلتي زائد الارباح اللي ترتبت على هذيك الفلوس بيان اونطوندو من بعد ما دير واحد المسطره اللي هي اداريه بانه جوستيفي هذوك لوريجين ديال لي فون بانه كانوا اون ديفيز بانك تخلص الضرائب حالتي الا عليك شي ضرائب وتاخذ لو كيتيس فيسكال ديالك. كاينه واحد الجزئيه بسيطه يمكن غتهم المغاربه ديال الخارج وهي انه عندي مبالغ تما وانا ما عندي باش نثبت انني دفعت هذوك المبالغ من هنا بالديفيز. اليوم مكتب الصرف مول فاتح على هذه الامور هذه خصوصا في حالات الضروره. مثلا انا عندي ولادي كيقراو في الخارج وما لقيت باش نصرف عليهم. عندي شي مساله مستعجله ديال الطبيب كدير هنا طلب خاص لمكتب الصرف اللي في كثير من الاحيان اللي شفناها كيعطي تحويل المبالغ في هذه الامور هكا ولكن اوكا باك. جميل. اخر سؤال اللي عند الاستاذه لطيفه هو اعاده التاكيد على ان المغرب ما عطاش وما منحش او ما صادقش على حتى باش يطمئنوا الناس لان الناس عندهم تخوف كبير على انه كنتكلموا على الناس اللي هما كيسكنوا في سكن اجتماعي عندهم تخوف كثير على انهم يتخذوا لهم ديورهم ولا تعطى معلومات عليهم على كل حال السؤال يعني طويل تمسح مشروعي قانون 1976 1977 من البرلمان المغربي قصد مراجعه بنود الاتفاقيه بما يضمن حقوق ومصالح ابناء الجاليه المغربيه. بغيناكم في الختام تاكدوا لنا هذا وكنشكركم يعني على هذا اللقاء الطويل والشيق في نفس الوقت. دونك هذا السؤال جاوبت عليه البارح وجاوبت عليه اليوم ونعاود ناكدوا بانه لاهميته بيان سور انا جو كومبرون تري بيان لو سوسي ديال فرير ماروكان دو موند بانه ما كاين حتى شي حاجه اللي لحد الان بعدا اللي فيها تبادل المعطيات ولا ان راه المعلومات اللي كاينه في المغرب انه غادي تمشي لشي جهه اخرى راه كاين ضوابط قانونيه كاين سريه كاين حمايه المعطيات الشخصيه للمواطنين بشكل عام والجاليه بشكل خاص وان كل ما تم ترويجه في فترات معينه ما هو الا اشاعات خاطئه وكان فيها تصريحات رسميه لا سواء من طرف السلطات الحكوميه ولا من طرف الاداره اللي كانت معنيه انذاك اللي هي الوكاله الوطنيه للمحافظه العقاريه و كاداستر الى كارتوغرافي. كنظن المساله البسيطه التاكد من كل هذا اليوم لو سيت ديال البرلمان راه موجود اللي بغى يدخل لو سيت ديال البرلمان يشوف اشغال اللجان واش اللجنه دوزت ولا ما دوزت لحد الان ما كاين حتى شي حاجه. سيدي يوسف جميل كنظن ربما تكون اشياء كثيره ما جاوبناش عليها او لمسناهاش وكاين شي مواضيع كثيره اللي ما طرقنا لهاش وكنظن الوقت اللي ما كيسمحش. حنا كنتمنوا انا اول شيء يعني كنشكركم على حضوركم معنا. هذه كانت جلسه تكميليه لجلسه البارحه اللي كانت في القنصليه العامه المغربيه لبروكسل وكنظن المستمعين اللي غيرجعوا الفيديو غيستافدوا اكثر لانه كانت المساحه داخل القنصليه ما كتسمحش انه المغاربه العالم كلهم يحضروا لا بروكسل ولا العالم كله لان الموضوع كيهم كل الكل. سي محمد شاطر كنظن اخر شيء. انا كنشكرك كثير للاتاحه الفرصه باش نجري معك ونكونوا بجوج في هذا اللقاء عبر قناه افيدوز اللي كنتمنوا لها المزيد من التوفيق. اشكر الاستاذ هشام صابري رئيس المجلس الوطني لهيئه الموثقين بالمغرب. اشكر صديقي الاستاذ توفيق. نعم شكرا لكم. عفوا سيدي هشام. سي توفيق عزوزي رئيس المجلس الجهوي لموثقي الرباط وطبعا الحال المكاتب ديالكم مفتوحه للجاليه ممكن انكم تدخلوا للمواقع ديال المكتبين المجلس او المجلسين المجلس الوطني لهيئه الموثقين المغرب او مجلس الجهوي لموثقي الرباط وتاخذوا كل المعلومات.
شكرا كثير لكم. شكرا صديق سي ساتير، ولن كنشكر هذا المنبر الإعلامي أفي 12. شكرا. أنه في حقك دور مهم ديال التوعية اللي كيقوموا به، وكنجدوا لكم الشكر وكنشدوا على أيديكم بحرارة وكنشجعكم في هذا المجال، لأنكم كتقدموا واحد التوعية مهمة كبيرة اللي ما يمكنش حنا نقوموا بها بوحديتنا، لأن عن طريقكم كنحاولوا أننا نتفاداو الهفوات اللي نقدروا نوقعوا فيها من بعد. من خلالكم كنشكر سي يوسف، شكرا جزيلا. كنشكر السيد القنصل العام على المبادرة ديالو، والأطر العاملة في القنصلية، السيدة قاضية الاتصال اللي كتعمل بواحد نوع من التجرد وبواحد الجدية كبيرة اللي كنعرفوها كثير، السيد السفير لأنه قبل هذه المبادرة بشكل مباشر، وثم شكر كبير للجمعيات اللي حضرت، لأن هذه الجمعيات هي لو بورت باغول بالنسبة للناس اللي كتقوم بهذا الدور ديال التوعية. ونتمنى إن شاء الله إحنا مساعدين فوقاش ما طلبتوا منا، دركوا غير على البطونة تلقاونا حداكم. برك سيدي محمد على البطونة. لا هو 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 خديت أنا وعد، خديت وعد من الأستاذين سيدي هشام وسي توفيق على أننا سنحضر للقاء كبير، غيكون كبير كما كنقولوا، المعقول اللي غيكون فيه حضور كبير ديال قاعة كبيرة، وغادي يكون لأنه كما قلنا احنا متعطشين كثير مثل هذه اللقاءات الهامة والمفيدة، وحنا كنعرفوا أنه المغرب مساكن كيضرب باش يدير واحد السكينة في بلاده باش يمشي يتمتع فيها هو ووليداته والأحفاد ديالو، ويبقى داك الارتباط بالوطن الأم بالبلد اللي ساكن في القلوب ديالنا. نعم. كنشكر الأستاذة والصديقة العزيزة الغالية اللطيفة حمود اللي حضرت معنا، كنشكر كذلك صديقي سي محمد حموشي اللي حتى هو كنشكره بدوره اللي كيقوم واحد أكيد كيقوم بواحد الدور هام جدا دائما مع الجالية في السراء والضراء. سيدي محمد، فقط الغلط اللي درت قبيله هو أن أستاذة لطيفة الحمود وعدت المشاهدين الكرام قضية مدونة الأسرة، هذا موضوع التبادل الأوتوماتيكي، وهذا موضوع تاوه ساخن. إن شاء الله. اسمح لي سيدي محمد نعطيك كلمة أخيرة لسي هشام صبري، كلمة أخيرة تودع بها المشاهدين الكرام. شكرا سي يوسف، شكرا سي شاطر، شكرا أخت لطيفة، سي الحبوشي، شكرا لكم، شكرا لجميع متتبعي القناة أفي 12، و شكر للسلطات المغربية اللي ديسنتراليزي او بلجيك، في شخص سيد القنصل العام اللي انه قام بمجهود كبير من اجل تنظيم اللقاء التواصلي ما بين الموثقين و الهيئات التوثيق ومن بين الجالية المغربية في بروكسل. وختاما بخصوص الموضوع، ولا بد أنه النصيحة شرط، وهي من واجباتنا ومن أصولنا، هو الالتجاء للموثق، هو أحسن حماية لمعاملات المواطنين سواء كانوا مغاربة أو مغاربة العالم. أدعو من خلال قناتكم من أجل سلامة معاملتكم للتجاء للموثق، ولا شيء غير الموثق من أجل معاملتكم، وشكرا. أحسنت، شكرا جزيلا أستاذ سي هشام صبري اللي هو رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، وكذلك أستاذ توفيق عزوزي رئيس المجلس الجهوي لموثقي الرباط. ربما باش الإخواني بحثوا على الاسم ديالكم هو عزوزي وليس العزوزي، لأنه تم خطأ في الكتابة، عزوزي. وكذلك أستاذ هشام صابري بدون ألف واللام، إذا بغيتوا تبحثوا على الأسماء ديالهم أو التواصل معهم إن شاء الله بالمغرب، يعني عبر الإنترنت يدخلوا يشوفوا الكونتاكت ديالكم إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، كنشكر جزيل الشكر أستاذي سي محمد شافر قيد من الإذاعيين هنا في بلجيكا اللي هو رافقنا اليوم، واللي إحنا رافقناه اليوم في هذا، يعني إحنا تلاميذكم أستاذي محمد شاطر اللي رافقناك في هذه الجلسة اللي كانت ماتعة وكذلك ممتعة بالمعلومات وغنية
الافكار اللي الجاليه المغربيه ربما شيئا ما شيئا بداو كيفرحوا لانه كاين الناس كيجيو عندنا كيعطيونا معلومات. سيدي محمد اكيد لا اكيد وبطبيعه الحال نسبق لي مع استاذي توفيق درنا لقاءات كثيره عبر المباشر كذلك مع اساتذه اللي كان دائما كيقترحوا عليا استاذ توفيق على ما اظن كذلك على قناه مومن تي في وعلى ارابيل يعني اشتغلنا كثير وكنتمنى انه يكونوا تكون الجاليه المغربيه ومغاربه العالم كيستافدوا من هذه اللقاءات اللي احنا في امس الحاجه لها. وكما اشار الاستاذ هشام في الاخير اننا اليوم احنا راه في 2024 ما بقيناش محتاجين شي واحد اخر يكتب لنا، عندنا الموثق نثقوا فيه لانه هو اقرب الناس لينا واللي هو ممكن اننا نلقاو عنده حلول للمشاكل ديالنا. شكرا لهم على يعني تحملهم اولا التعب السفر لانه نهار اللي جاو سيدي يوسف راه جاو في نهار العاصفه في الليله ديال العاصفه وما نزلت بهم الطياره الا بمشقه الانفس. حفظهم الله ورعاهم ونتمنوا يرجعوا لوليداتهم ان شاء الله امين في احسن ظروف ونتلاقاو ان شاء الله في فرصه قادمه. شكرا لك يوسف وشكرا لكل المشاهدين الكرام. نعم وكذلك يمشيو سالمين غانمين ان شاء الله الى بلدهم وان شاء الله يكون التواصل ان شاء الله في الايام القادمه. مشاهدينا الكرام نبقى الا ان نودعكم على امل اللقاء بكم في الغد ان شاء الله، تكون حلقه ممتعه كذلك كما اليوم وتكون ساخنه بالمعلومات وخصوصا انها ستتحدث عن الذكرى الستينيه لتواجد مغاربه العالم وليد العامله المغربيه هنا ببلجيكا. وكذلك هناك ضيوف كذلك اللي غادي يقدروا يغنيوا الحلقه ان شاء الله. كان معكم الاستاذ محمد شاطر في الإعداد والتقديم وكذلك يوسف الرواس في الإعداد والتقديم وفي العلاقات العامة أستاذ مروان حريدة اللي هو غير موجود اليوم في الحلقة. فموعدنا إن شاء الله إلى الغد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى اللقاء.